العمليات التي تتميز بعدم وجود أي فتحات في الجلد. جراحات القرن 21 تزامن تطور الأشعة المذهل مع الحاجة إلى التدخلات المحدودة. الشرايين اللي بالغاز الورم الليفي بنقفلها بحبيبات دقيقة، نبتدي الورم نحرمه من تغذيته الدمويه، يضمر ويتلاشى دون جراحه. اشعه التدخليه تعتبر فتح كبير وطفره. الاستاذ الدكتور اسامه حته، استاذ الاشعه التداخليه كليه طب عين شمس، سكرتير عام الجمعيه المصريه للاشعه التداخليه، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. أهلا بكم، النهاردة حلقة مهمة جدا عن أورام الكبد. كلمة مخيفة أوي حكاية أورام الكبد يا جماعة، وخلي بالكم إن سرطان الكبد هو الأكثر انتشارا بين الرجال في مصر، ده شيء مخيف جدا. يعني سرطان الكبد كمان من أكثر أورام حدوثا، بيجي بعد في المرتبة الثانية بعد سرطان الثدي اللي حاطينه الرجالة والستات مع بعض في يعني في قالب واحد، أو لو جبنا 100 راجل وست 50 و50 هلاقي إنه فرضا يعني بالنسبه كده هلاقي سرطان الثدي رقم واحد، سرطان الكبد رقم اتنين. ده مخيف جدا. وليه سرطان الكبد بيحصل؟ نظريات، يعني هي القصه ارتباطه بفيروس سي ارتباط واقعي. انا عايز برضو اخوف الناس، ارتباطه بالالكحول، ويعني الالكحول من ضمن البرسيبتيتنج فاكتور او من ضمن الاسباب المباشره لسرطان الكبد. وهنا لازم نقف قدام فكره الالكحول، لانه ضيف العزيز اكيد هيشرح لنا القصه بتاعه الفيروس وبيدخل وبيغير الجينوم وبيغير الدي ان اي بتاع الخلايا، ده كلام معروف ومفهوم عند كثير من الناس. لكن الالكحول لازم نقف قدامه كثير. ليه نقف قدامه كثير؟ لانه الشباب بينجر، بيعتبره تهريج، يعتبر حاجه خفيفه. للاسف ان يعني بعتقد انه عندنا في دماغنا انه لا، يعني شيء من الدلاله على انه انا صايع، او ان انا يعني مستواي الاجتماعي انه حد يشرب خمره. طبعا ده قله ادب، مش عايز اقول لكم. سيبك بقى، انا ما بتكلمش من المنظور الديني. المنظور الديني بيتكلم عنه الشيوخ، كلمه فين من المنظور الطبي، لان ده شغلي. الكحول ده من كل حاجه غلط في الجسم، غير عقليتك، بيغير عقليتك، بيغير المنتاليتي. وفي مره كده اشرح لكم انه بيغير طبيعه الراجل، بيغير راجل مش غيور على مراته من سنه سوده، بيعمل التهاب في العصبه الطرفيه، بيعمل كبد دهني، بيعمل حاجه خطيره جدا هي التلف الكبدي، ثم ورم في الكبد. كان كلمة ورم في الكبد كلمة مخيفة، ما كانش الناس برضو يعني بتعتقد انه بعديها انه في امل في الحياة. لا، ده دلوقتي الاشعة التداخلية خلقت هذا الامل الكبير. النهاردة حلقة مثيرة جدا، واعتقد انها تهم قاعدة كل بيت في مصر، كل عمارة في مصر اكيد فيها شقة شقتين ثلاثة، كل عيلة تلاقي فيها حد عنده مشكلة في الكبد وخايف من أورام الكبد أو مر بهذه التجربة. ضيفي العزيز هو القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال، اللي بيسعدني جدا بأسلوبه الرائع العلمي المتميز ومكسب كبير لينا قبول دعوتنا. الحقيقة يعني بسعد جدا وأنا بفتخر وأنا بقدمه أستاذنا الأستاذ دكتور أسامة حتة. أهلا بيك يا أستاذنا، وشرف كبير لنا هذه السيارة. شرف ليا. أنا إزي حضرتك؟ أنا عايز الأول أبدأ يعني إيه كلمة ورم كبدي أو بؤرة كبدية يا ورمي؟ ده سؤال مهم جدا. زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة، احنا يعني امراض الكبد واورام الكبد دي عندنا في مصر مشكلة ازلية ومشكلة قومية، تبت من زمان وتأصلت من بعد البلهارسية والحقن اللي كانوا بيعودوها وانتقال العدوى والرحلة والاصابة بفيروس سي اللي هو بياخد رحلته في الجسم ويتحول من مجرد إصابة لإصابة مزمنة لتليف، ثم التطور بتاع التليف، تغير في طبيعة الخلايا الكبد نتيجة التليف، نتيجة العوامل الجينية زي ما حضرتك تفضلت وغيره وما إلى ذلك. المحصلة النهائية إن جزء من هذا النسيج المتليف يتحول إلى ورم
وللاسف بيبقى غرام خبيث. طبعا احنا الحمد لله الفتره دي احنا ظهرت الادويه المضاده للفيروسات اللي هتقطع هذه السيركل، هتمنع الاصابه بالتليف او الاصابه المزمنه بفيروس سي من البدايه، ولكن احنا عندنا ورث ثقيل جدا نتيجه السنين الكبيره من العلاج البلهارسي او فيروس سي. لازم نتخلص من هذه الاثار بعلاج اورام الكبد. مريض الكبد عنده مشكله كبيره جدا، لو احنا هنخش في الموضوع على طول. الاورام الكبد، المريض اللي عنده ورم في الكبد ده بيبقى غالبا عنده تليف، زي ما حضرتك تفضلت عندنا في مصر نمره واحد الفيروس سي، وللاسف ابتدى يبقى برضه الكحول وشرب الخمره ليه دور، وابتدت برضه يبقى عندنا موجود الفاكتور ده لا ننكر في مصر. المحصله النهائيه انه هذا الورم بيصعب استئصاله جراحيا نتيجه سببين. نمره واحد هذا الكبد كبد متليف، وبالتالي لا يتحمل العمليه الجراحيه الكبرى للاستئصال في كثير من الاحيان. لازم تكون وظائف الكبد المتليف ده وظائف مناسبه، او لو احنا هنتكلم طب شويه تشايلد ايه، او تليف من الدرجه الاولى الخفيفه عشان الكبد يقدر يتحمل العمليه، وده ما بيبقى يمثل تقريبا يعني 2-3%. وكمان لازم يكون الورم في مكان يقدر يستأصله الجراح، يكون على طرف الكبد ما يكونش في وسط الكبد عشان ما يشيلش جزء كبير من الكبد والجزء الباقي مش هيقدر يقوم بوظيفه الكبد. وبالتالي الغالبيه العظمى من اورام الكبد دي كانت امراض لا يمكن علاجها جراحيا، وبالتالي ليس لها علاج لحد ما ظهرت الاشعه التداخليه وليها باع كبير جدا جدا. فالسواد الاعظم من مرضى اورام الكبد بيتعالجوا عندنا بالاشعه التداخليه. حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا، هي ايه البؤره الكبديه وايه الورم. الحقيقه لو هقول يعني كل ورم هو بؤره، ولكن ليست كل بؤره ورم خبيث في الكبد. نسحب يعني في زي ما بنقول متشابهات. بؤرات الكبد او الكتل بتاع الكبد دي انواع، ممكن تكون كتل حميده، كتل حميدة على سبيل المثال زي وحمات الكبد، الادينوما اللي هي الاورام الحميده. الادينوما دي مثلا بتيجي للستات، وخاصه الستات اللي بياخدوا اقراص منع الحمل. الوحمات دي بتيجي لكتير جدا من الناس، بتبقى موجوده في الكبد والمريض بيكتشفها، ويحصل الذعر لما يعمل موجات صوتيه او يروح يعمل فحوص لاي سبب تاني غير الكبد، فيكتشف ان عنده جزء او كتله في الكبد. كتير جدا من البؤرات الحميده ده الجزء الثاني اورام الكبد. طب احنا ازاي بنفرق بينهم برضو قبل ما نخش في علاج الكبد بالاشعه التداخليه؟ التفرقه الحقيقه، الطفره اللي حصلت في التشخيص باجهزه الاشعه مكنتنا ان احنا نميز بينهم. ربنا خلق التغذيه الدمويه بتاع الكبد عشان الكبد عضو مهم جدا في الجسم، ليه نوعين من التغذيه الدمويه، في وريد وفي شريان بيغذوا الكبد بالدم، غير الوريد اللي بيخرج اللي بياخد الدم من الكبد على القلب. الوريد اللي بيغذي الكبد ده اسمه الوريد البابي، والشريان اللي بيغذي الكبد اسمه الشريان الكبدي. الشخص الطبيعي تغذية الكبد بتبقى 70% من الوريد البابي و30% من الشريان الكبدي. ده الشخص الطبيعي، يعني معظم نسيج الكبد بيتغذى بدم من الوريد البابي. الحقيقه اورام الكبد بتتميز بحاجه خلتنا نقدر نشخصها بالاشعه بسهوله، ان هو على خلاف نسيج الكبد الطبيعي، اورام الكبد الخبيثه بتتغذى عن طريق الشريان. فانا بصور المريض بالاشعه المقطعيه الحلزونيه اللي هي تطورت بصوره كبيره جدا، بصوره على كذا مرحله بحث سابقه، صوره بعد بحقن على طول، وبعديها بشويه وبعديها بشويه، نلاحظ يبقى البؤره او الكتله اللي بتتغذى من الشريان يبقى ده ورم، لكن البؤره او الكتله اللي بتتغذى بالوريد او اللي تغذيتها الدمويه ليست من الشريان يبقى دي بنسبه كبيره جدا دي حاجه حميده، يا اما وحمه يا اما ادينوما يا اما ما الى ذلك. فاذا اجهزه الاشعه المقطعيه الحديثه خلتنا نقدر
نحدد احنا ماشيين فين وان ده ورم في الكبد. ده باختصار يعني ايه البؤره ويعني ايه الورم وازاي نفرق بينهم. جدا عشان دي شيء مخيف. الناس بتيجي بالتخليط بيقول لك انا عندي ورم ومكتوب فيه بؤره. الحقيقه هو ده بيحصل زعر. زعر يقول لك البؤره دي الورم في اوله. لا يا سيدي، البؤره شيء والورم شيء ثاني. بالظبط. لكن اورام الكبد ليها انواع. اورام الكبد زي ما حضرتك طبعا تفضلت دي، لو هنقسم اورام الكبد في الاورام الحميده اللي هي اللي احنا اشرنا اليها، الادينوما او الوحمات، الاورام الحميده ده جزء الحميد وده اللي بنقدر نفرقه للاشعه المقطعيه الحلزونيه، وفي بعض الاحيان الرنين المغناطيسي الديناميكي ده الحميد. نيجي للجزء الثاني اللي بيهمنا اللي هو اورام الكبد الخبيثه. اورام الكبد الخبيثه دي بتنقسم الى نوعين. في نوع بنقول عليه اورام الكبد الخبيثه الاوليه، يعني خلايا الكبد نفسها، خلايا اتجننت ونتيجه التليف او نتيجه الاستثاره بالتليف او الكحول او فيروس سي، ويتحول هذا النسيج المتليف او هذه الخلايا الى اورام خبيثه طلع من جوه الكبد، دي اسمها اورام الكبد الاوليه. في نوع تاني طلبها في اوليه يبقى في ثانويه. ثانويه ده الاورام اللي جايه من جزء اخر من الكبد. زي ما قلت زي ما حضرتك زي ما اشرنا الكبد ليه نوعين من التغذيه الدمويه، الوريد والشريان. فالدم بيعدي على الكبد بنسبه كبيره. ممكن لو في ورم في اي جزء تاني من الجسم على سبيل المثال القولون، الرئه، اي جزء مصاب او بيظهر فيه ورم ممكن تتنقل الخلايا الخبيثه عن طريق الدم وتستقر في الكبد وتعمل ورم، بس ده بنطلق عليه ورم ثانوي. يعني الورم الاساسي والاولي في جزء ثاني على سبيل المثال القولون، وبعد اورام استقرت في الكبد ده الورم الخبيث الثانوي. ايه الدور بتاع الاشعه التدخليه اللي بيلعبه باكثر من وجه مع التعامل مع اورام الكبد؟ الحقيقه الاشعه التدخليه في عملت ثوره وغيرت النظره والمنظور لاورام الكبد، وخلت اورام الكبد دي شيء يمكن علاجه، ما بقاش الكابوس ولا بقى الحاجه المخيفه. يعني احنا زمان كان يقول لك لا ده جه الورم خلاص سيبه بقى، الكلام ده ما عادش. بالعكس احنا دلوقتي احنا اللي بنسبق بخطوه واحنا اللي بنروح نعمل فحوصات. ويمكن يعني الحمله الاخيره للعلاج فيروس سي خلت المرضى تروح تعمل سكاننج ومسح وسكريننج عشان نكتشف الاورام في مراحل مبكره. لان الحقيقه كلما اكتشف ورم الكبد في مرحله مبكره وبحجم صغير كلما كان علاجه اسهل وبكفاءه كبيره وفعاليه كبيره ونتائج مذهله. ببساطة احنا الورم في الكبد احنا ممكن نعالجه بطريقتين او بنوعين، عنوانين كبار جدا من العلاج. النوع الاولاني ان احنا نهاجم الورم مباشرة او ندخل على الورم مباشرة. طبعا كل عمليات زي ما اشرنا الاشعة التدخلية دي ليس ما فيهاش اي فتحات من الجسم وما فيهاش اي فتحات جراحية، احنا ما بنفتحش اي فتحات جراحية، المريض ما بيبقاش عنده اي فتحات. النوع الاول ان احنا بنخش بابر معينه اسمها ابر التردد الحراري او ابر المايكروويف، دي قطرها حوالي 2 او 3 مللي. الابر دي بنوجهها تحت الموجات الصوتيه او الاشعه المقطعيه، انا ببقى شايف الورم بدقه بكل ابعاده وبدخل بالابره الى داخل الورم. تدي هذه الابره متصله بجهاز اسمه جهاز التردد الحراري زي ما حضراتكم شايفين هنا على الشاشه اهو. ده الكبد وفي كتله تظهر اهي الابره، احنا بنوجهها. الابره هنا مكبره جدا جدا بنوجهها، وفي انواع منها بيطلع منه الاريز او السوك دي عشان تقضي على كل الورم بالكامل. بعد ما بنخش جوه الورم باسترشادا بالموجات الصوتيه غالبا تبتدي تشغل الجهاز، تطلع موجات التردد الحراري من الابره الى داخل الورم، تبتدي نرفع درجه الحراره داخل الورم الى درجات كبيره تصل الى 100 درجه مئويه، فيبتدي الخلايا السرطانيه تموت وتتحول من خلايا نشطه الى خلايا متليفه بتدمر وتتلاشى، فيبقى احنا كاننا استأصلنا هذا الورم وهو في مكانه. بيحصل بعد كده تدريجيا دمور
لهذا الورم كأنه استؤصل. طيب انت بس ده يمكن حالة كمان حقيقية، ازاي يعني ايه ازاي اللي بنخش بالابرة وازاي المريض بيبقى نايم اهو؟ يعني طبعا الاجهزة ده الموجات الصوتية اللي لازم دي زي ما ده احنا زي ما الجراح يفتح البطن وبيشوف احنا الموجات الصوتية الاشعة كمان فاتحين الجسم ده عين عين ايه عين بص الاول احدد الورم كويس جدا فين، دي جزء مهم من التقنية، جزء مهم جدا تحديد الورم فين عشان ندخل فيه بدقة، وبندخل في الورم دون سؤال احنا ملناش اي علاقة بخلايا الكبد السليمة اهو. جزء بيرفع درجة الحرارة داخل الورم يتحول لنسيج متليف. طيب التردد الحراري بيتعمل لانهي نوع من الاورام؟ بيتعمل للاورام ذات الحجم الصغير والمتوسط، بمعنى ان حد 3 سنتي 4 سنتي 5 سنتي ممكن، وكلما زي ما قلت لحضرتك كل ما صغر حجم الورم كل ما كانت النتيجة مرضية واحتمالية رجوع هذا الورم تكاد تكون ضئيلة. الحقيقة كل الدراسات اثبتت ان اورام الكبد 3 سم في اقل اللونج تيرم ريزلتس او النتائج على المدى البعيد نفس نتائج الاستئصال الجراحي. طب لو الاورام دي اكبر من كده او لو متعددة ممكن يبقى في حل تاني؟ هنا واحنا داخلين بنحدد بالظبط مكان الابره زي ما حضراتكم ملاحظين احنا طبعا بنعقم الجسم كويس جدا وبنخش ده قطر الابره بتبقى شكه صغيره جدا المريض ما بيلاحظش مكان الابره هي داخله بعد ما بنخرج. هي طبعا هنا التجهيزات والترتيبات اللي قبل التدخل مهمه جدا للحسابات. تجهيز العمل ان انا اعرف بالظبط الورم فين، اعرف بالظبط انا هدخل فين، الاكس دي مهمه جدا جدا علشان العلاج بكفاءه وعدم الارتجاع بعد كده يا دكتور. خلاص الورم بنتابع بقى بعد ما بنخلص، بنتابع المريض بعد شهر نتاكد ان الورم انتهى، وبنتابعه كل 3 شهور عشان نتاكد ان مفيش جزء اخر بالكامل تحول الى اورام خبيث. طب لو زي ما قلت لحضرتك ده النوع الاولاني ان احنا بنخش مباشره على الورم، طب لو الورم حجمه اكبر من 5 سم او لو الاورام دي متعدده احنا بنعالجها ازاي؟ مش بالتردد الحراري او بالكي المباشر، بنخش للورم عن طريق التغذيه الشريانيه زي ما قلت لحضرتك ان اورام الكبد الخبيثه بتتميز ان هي بتتغذى من الشريان. فاحنا بنستغل هذه الظاهره ان احنا بنخش طبعا زي ما اشرنا قبل كده يمكن في الحلقات اللي قبل كده ان البوابه الرئيسيه دخول اي شريان في الجسم اللي هو الفخذ الايمن. خش بالقسطره القسطره دي ده يعني انبوبه دقيقه حجمها 2 مللي، خش تحت بند مرضعي اهو زي ما احنا شايفين من شريان الفخذ اليمين، ونعدي القسطره دي ونبتدي نوجه القسطره عشان توصل لشريان الكبد. بعد ما ندخل شريان الكبد بنحقن صورها ونصور صور، بنعمل زي خريطه شريانيه للكبد، وبالتالي بنحدد حجم الاورام وعددها والتغذيه الدمويه بتاعتها. بعد ما نحدد الورم فين زي ما احنا شايفين دي صور الاشعه. طبعا اجهزه القسطره دلوقتي بقت متطوره جدا وبقى فيها كمان اشعه مقطعيه عشان انا اقدر اشوف مكان الورم، التغذيه الدمويه بتاعته، الشرايين اللي بتغذيه. او هنا احنا بنحدد فين الشريان، ده الورم اهو اللي احنا بنشاور عليه، فين الشريان اللي بيغذيه، ونبتدي ندخل باساطر متناهيه الصغر عشان نخش في الشرايين اللي بتغذي الورم وملناش دعوه بكل شرايين الكبد او بقيه الكبد السليم. بعد ما بنوصل للشريان اللي بيغذي الاورام بنحقن مواد. الحقيقه المواد دي متفاوته وحصل فيها تطور وطفره كبيره جدا 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 على مدار السنين اللي فاتت. اللي قدامنا ده في ده بنحقن نعمل الحقن الكيماوي او القسطره الشريانيه التقليديه. بنحقن دواء كيماوي بس دواء مش داخل
الدم يعني يوقع الشعر زي الكيماوي المتعارف عليه، انا ناقل الدواء الكيماوي داخل الورم في حد ذاته لوكالايز جدا بالظبط. دخلته كنا بماده زيتيه اسمها الليبيدول، عشان الماده دي كثافتها تقيله فتاخد الدواء تخليه يستقر داخل الورم وبالتالي تخليه يقضي على الخلايا السرطانيه. مع تطور الاشعه التداخليه والابحاث والعلماء ابتدت تظهر حاجه نوع تاني من الحقن الكيماوي اللي هو الحبيبات الدوائيه او الحبيبات الذكيه، ويمكن هنشوف فيديو بعد شويه ليها. دي طبيعتها ايه؟ دي بتتميز الحبيبات الدوائيه دي حبيبات بنقول عليها مايكروسفيرز او حبيبات متناهيه الصغر. الحقيقه مقاساتها بالمايكرونز، يعني هي دي سرنجه فيها الحبيبات، شوف حضرتك اللي ده مكبره جدا جدا جدا، المايكرون واحد على 1000 من المليون. الحبيبات دي احنا بنقدر نخلطها بالدواء الكيماوي، والحبيبات دي حتى سميت ذكيه علشان عندها خاصيه ان هي بتحتفظ بالدواء داخلها، ونقول عليها حتى احنا بقت لودد او محمله. نخلطها بالدواء تحتفظ بالدواء داخل الحبيبات، نحقنها وهي محمله بالدواء من خلال القسطره زي ما احنا شايفين الكرات دي مكبره جدا جدا اللي باللون الغامق ده الورم، هي بتستقر في الشعيرات الدمويه الصغيره جدا اللي مغذيه الورم دون السوار. هي ليها افينيتي للورم؟ هي احنا بنوجهها بالقسطره في الشرايين، احنا زي ما قلت لحضرتك لازم نخش بنقول عليها سوبر سيلكتيف قوي، يعني نخش في الشريان اللي بيغذي الورم بالظبط. ويمكن هي دي الحرفيه بتاعت الحقن الشريان، ان احنا كل ما دخلنا للورم وسيبنا خلايا الكبد السليمه كل ما زادت فعاليه العلاج وكل ما قلت الاعراض الجانبيه. الحقيقه الحبيبات دي بتتميز بحاجه مهمه جدا جدا، ان هي بتطلق الدواء الكيماوي على فترات كبيره، يعني ممكن تطلق هذا الدواء في خلال مده تصل الى اسبوعين او ثلاث اسابيع. طب ده احنا نستفيد منه ايه؟ نمرة واحد اقدر احقن جرعة دواء كبيرة، لان هو الدواء ما بيخشش مرة واحدة، بيحصل له ريليس او بيطلق على فترة كبيرة، فاقدر احقن جرعة دواء كبيرة، وبالتالي الجرعة كبيرة تزود فعالية العلاج وعدم الارتجاع. حاجة تانية كمان الماء الحبيبات دي في حد ذاتها ليها بنقول عليها امبوليك افكت، او يعني هي في حد ذاتها بتقفل الشرايين. يبقى هي طلعت الدواء جلسات صغيرة بالظبط كده. هو هنا دي حالة حقيقية، هنا احنا هنا ده بنعمل عملية اللودنج او التحميل. الحبيبات بيبقى لونها ازرق لو حضراتكم ملاحظين، او هنا هي لونها ازرق في الفايل دون، بعد ما نخلطها بالدواء الكيماوي بيتحول لونها الى احمر، عشان كده بنقول عليها بقت محمله خلطت بالدواء. فهي كده بعد ما تتحول لونها اللون الاحمر بنسيبها شويه طبعا عشان تبقى لودد او تتشبع بالدواء، ونبتدي نحقن هذا الخليط في الورم زي ما شفنا في الفيلم. زي ما قلنا بتطلق الدواء على فتره كبيره، وبالتالي بتزيد فعاليه العلاج، وهي ليها في حد ذاتها امبوليك افكت او بتقفل الشرايين الدقيقه اللي بتغذي الورم. فيبقى انا اطلقت الدواء الكيماوي موت الخلايا، وفي نفس الوقت منعت التغذيه الدمويه عنه. هنا هي القسطره داخله جوه لحد ما توصل جوه لحد داخل الورم عشان نحقن في الورم دون سواه. اهو هنا اهو العلس دايما الاشعه التداخليه عندها مبدا مهم جدا اللي هو ايه؟ التحييد، ابعد كل حاجه طبعا ركز على عدوي. طبعا هو دي التريك او دي الكي يعني اوف سكسس. هنا الورم الغامق ده احنا الورم بنخلطه بصبغه، فبتدي الورم يبقى دنس او يبان زي ما احنا شايفين. دلوقتي خلاص بعد ما حقنت خلاص كله تشبع، مفيش دم وصل له، خلاص بقى لونه ابيض. يبقى الحوار مستمر مع ضيفي العزيز الخبره العلميه الكبيره الدكتور اسامه حته، استاذ الاشعه التداخليه بكليه الطب جامعه عين شمس، وسكرتير عام الجمعيه المصريه للاشعه التداخليه، عضو الجمعيه الاوروبيه للاشعه التداخليه، وعضو الجمعيه الامريكيه للاشعه التداخليه، واللجنه العلميه لجمعيه الاشعه التداخليه العربيه، الاسم الكبير في هذا المكان. انا ضيفي في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق في عالم اورام الكبد، يبقى عالم مؤثر جدا ومهم جدا لصحه الناس في مصر، فعلا يعني في متاثره جدا بهذا الموضوع اللي لازم نهتم به اهتمام كبير جدا،
والدولة مشكورة بتقدم دور كبير جدا في التعامل مع هذه القضية. أحب أن أكرر أن وزارة الصحة مشكورة متنبهة جدا في الفترة الأخيرة إلى التعامل مع أولا أورام الكبد، ثانيا ده شيء مهم جدا تطوير الأشعة التداخلية وتطوير المراكز الموجودة في الجامعات المسؤولة عن الأشعة التداخلية. جهد يذكر فيشكر. وأخيرا خليكم على الحلقة. الشعر يا جماعة مهم قوي، وتساقط الشعر وجوع الشعر بينرفز الست والراجل. المشكلة بيعاني منها الولاد والبنات، ويمكن الولاد على استحاء بالعكس. انا بقيت اشوف كميات ولاد من سن 17 سنة بيجي مع مامته، ومامته قلقانة جدا عن الموضوع وبابا، وابتدينا يعني طبعا انت استاذ في الكلام ده، نشوف الصلع الوراثي في سن مبكرة جدا في بنات وفي ولاد. انا بشوف ان شعرك ده ثروتك اللي بتتخذيها للزمن. بنشوف الاجيال اساتذتنا كلهم ما شاء الله شعرهم قايم. دكتور ايمن ما شاء الله شعره يتحسن، لانه بيحافظ داخليا على الاكل ونظام الحياه وعلى شعرك، لان دي ثروه بتختزنها. يا جماعه ارجوكم ما تسلموش دماغكم لاي حد يقول لك هفرد لك شعرك او افرد لك شعرك. وابتدينا نشوف الصلع الوراثي في سن مبكره جدا في بنات وفي اولاد. سوء استخدام الشعر المصري ده من اهم الاسباب. طيب ايه الخريطه بتاعت الاسلوب العلاجي؟ اول حاجه مهما كانت راحت لمين واسامي مين، الهرمونز لازم نشوفها. البنات بيبقوا واخدين بالهم جدا جدا من الملي لو اتغير. الدكتورة منى سبع استشاري الجلدية والتجميل والليزر، عضو الجمعية الأمريكية للجلدية والتجميل. في رحلة النمو الطبيعي للشعر، حوالي 90% من الشعر بينمو طول الوقت. بتتراوح المدة اللازمة لنمو الشعر ما بين 2 إلى 6 سنوات. نسبة 10% المتبقية من الشعر يتساقط بشكل طبيعي خلال 2 أو 3 شهور، وبينمو شعر جديد وتبدأ دورة نمو جديدة. شعر الرأس بينمو ما بين 10 إلى 15 ملليمتر كل شهر، ومع ذلك كل ما تقدم الإنسان في السن بتبدأ وتيرة نمو الشعر بالتباطؤ. في الغالب بتكون ظاهرة تساقط الشعر نتيجة لدورة النمو الطبيعية للشعر. التساقط بوتيرة تتراوح بين 50 إلى 100 شعرة يوميا يعتبر أمر طبيعي جدا. غير كده أو مع ملاحظة كمية كبيرة من الشعر على المشط أو فرشاة الشعر، يجب على الفور التوجه للطبيب المختص. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا جدا. اولا موضوع مهم وضيفه مهمه، لكن خليني اقول لكم انه الشعر يا جماعه مهم قوي، وتساقط الشعر وجوع الشعر بينرفز الست والراجل. الست والراجل الاثنين بيصابوا بهلع. طبعا انا مع ان الست بتعيط بقى وتقلب الموضوع دراما كبيره جدا، يمكن الراجل هلعه بيبقى مكتوب شويه، يعني بيبقى متضايق وما بيتكلمش الا مع الناس اللي هو شايف انهم هيفهموا، وساعات يلاقوا بتريق على نفسه، بس الاثنين بيضايقوا جدا جدا. في عوامل تخلي الشعر يسقط، يعني لازم ناخد بالنا منها، الغده الدرقيه الضعيفه، الحاجات اللي تعمل انيميا شديده، في برضو الحمل والولاده، في ساعات خلل في المناعه. لكن الاستخدام الغلط طبعا للكرياتين والبروتين والمش عارف ايه والمسميات المختلفه كلهم فيهم ماده الفورمالين. انا هسال ضيفتي على الموضوع ده في جزء من الحوار، لكن انا بنبه من الاول كده، يا جماعه ارجوكم ما تسلموش دماغكم لاي حد يقول لك هفرد لك شعرك او افرد لك شعرك، بتضيع الدنيا. وبعدين واضح انه الناس اللي بتشتغل في مراكز التجميل دول عندهم قدره ايحاء جباره، يدخل على اي حد، بص انا عندي حاجه حلوه قوي ولا فيها فورمالين ولا بتاع. لازم يبقى فيها فورمالين، ما طالما الشعر اتفرد لازم يبقى فيه فورمالين، والفورمالين ده كارثه. الفورمالين ده كنا احنا بنحفظ فيه الجثث ايام سنه ثانيه طب، اولى وثانيه طب في المشرحه، بتحفظ الجثث في التشريح. انا قلت لكم شيء مخيف جدا، في ماده اسمها الفورمالين، هي الماده هي ماده الفورمالين دي. لا خلي بالك المواضيع دي خطيره جدا لشعرك،
في منتهى الخطوره. النهارده حوار عن الشعر مع ضيفه عزيزه عليا جدا واسم متميز في هذا المجال، والحقيقه بتقدم اداء علمي وكلينيكي على مستوى رائع جدا، واجتهاد على مستوى متميز للغايه، وزي ما بيقولوا دايما عمل دؤوب، عمل من النوع المستمر الدؤوب اللي انا بحتفل فيه دايما العطاء والاستمراريه في التجديد والاستمراريه في تقديم الافضل. ضيفتي العزيزه دكتوره منى سبا، اهلا بيك. اهلا يا دكتور عين، منوراني. منورني، سعيد جدا. بقالنا كتير ما تقابلناش. بس انت منور فعلا. الله يخليك، انت منوره وما شاء الله عمل متميز للغايه وتواجد متميز على مستوى المؤتمرات، على مستوى الاداء زي ما بنقول الاداء الاكاديمي بقى، الاداء المؤتمرات متميزه جدا جدا. عايز ابدا الاول، ايه رايك في الشعر المصري دلوقتي؟ انا عجبني كلمه في المقدمه بتاعتك قوي، ان المشكله بيعاني منها الولاد والبنات، ويمكن الولاد على استحقاق بالعكس. انا بقيت اشوف كميات ولاد من سن 17 سنه بيجي معاه مامته، ومامته قلقانه جدا على الموضوع، وباباه، وابتدينا يعني طبعا انت استاذ في الكلام ده، نشوف الصلع الوراثي في سن مبكره جدا في بنات وفي اولاد. ده حتى يجي يقول لك بابا صلع لما بقى 40 سنه. الولد دلوقتي 18 سنه ابتدى يصلع. طبعا في حاجات كتير قوي زي اللي انت بتقولها، سوء استخدام الشعر المصري، ده من اهم الاسباب. حلو التعبير ده. فعلا سوء الاستخدام طبعا مع الشعر، زي ما انت قلت طبعا، البروتين والكرياتين والجل للولاد، الصبغات اللي البنات تقول لك انا عايز اعمل ساندري الابيض، فجأة عشان تعمل الابيض ده لازم تعمل بليتشنج، تشيل اللون، تموت الشعر وتحط لون اصفر، بعد كده بتيجي شعرها محروق، كمية تساقط يبان بعديها بثلاث شهور، البنت تقعد تعاني سنة من العلاجات والجلسات. ليه نعمل كده في نفسنا مع ان احنا شعرنا كويس جدا؟ تيجي تبص في الخليج بيحافظوا جدا على شعرها. جدا. ما عندناش اسود اسود والشعور ما شاء الله، ومحجبات ومش محجبات، شعرهم رائع، لان احنا بنسيء استخدام شعرنا. والاجدر والاحدث ان البنات كلها حاطه اكستنشن في شعرها، يعني كل معظم 80% من الشعور هتلاقي شعرهم قصير وحاطه اكستنشن. الاكستنشن ده بتعمل حاجه اسمها تراكشن الوبيشيا، كانك شددها من شعرها، تلاقي البنت ما عادش عندها شعر. لسه في العشرينات، طب بعد ما تتجوز وتحمل والكلام ده كله، انا بشوف ان شعرك ده ثروتك اللي بتتخذيها للزمن. بنشوف الاجيال اساتذتنا كلهم ما شاء الله شعرهم حيه. دكتور ايمن ما شاء الله شعره يتحسن، لانه بيحافظ بتحافظ داخليا على الاكل ونظام الحياه وعلى شعرك، لان دي ثروه بتختزنها، هم دلوقتي بيضيعوها. فده رايي في الشعر المصري. الشعر المصري. أيوة. امتى اقول ان فلان ده شعره بيقع او فلان؟ يعني ممكن بتجيلك حالات اكيد بتشتكي تقول لك يا دكتور انا شعري بيقع وبتاع، وتقولي لها طمنيها، مش كده؟ طبعا. بقول لها ايه؟ طب ايه اللي يحكم بيني وبينك؟ دلوقتي انت هتجمعي فيها حاجه عندنا اسمها هير كاونت تيست. هتجمعي شعرك لمده اسبوع، يعني هتسرحي ثلاث مرات في اليوم وتجمعي لي الكميه. احنا عندنا نورمال من 50 ل 100 شعره تقع كل يوم. اقل من كده يبقى دي حاجه اب نورمال او حاجه وقت وهتروح، اكتر من كده يبقى انا عندي مشكله في الشعر. فانا دي لو انا شايفه ان شعرها كويس قوي والبنت بتشتكي وانا حاسه ان دي مشكله نفسيه، يبقى هقول لها تجمع لي الشعر. هروح لحته هتطول معانا شويه في الكلام، لان ممكن تاخد معظم الحلقه، هنقولها يعني على قد ما نقدر. يعني الاسباب بتاعه تساقط الشعر كتير. اولها طبعا الاسباب الفسيولوجيه. في عندنا اسباب طبيعيه في تغيير الفصول، الشعر بيبتدي التساقط يقع شويه. في باثولوجيه بقى، يعني امراض تبتدي من القشره او التهاب في جذور الشعر. القشره دي برضو عندنا نوعين، يا اما هلاقي القشره بيضة زي القشر السمكه، ودي بنسميه نوع من انواع الصدفيه، وبيبقى معاها جزء ابيض في المقدمه زي التاج، او قشره نتيجه لاكزيما دهنيه، دي بتيجي معاها قشره، تلاقي الناس تقول لك حواجبي فيها قشره، ورا ودني في قشره، شنبي، المنطقه اللي بين صدري، دي كلها اسباب لتساقط الشعر نتيجه للقشره. في حاجه عندنا اسمها تيلاجينوفليفيوم، او اما تساقط شعر تفاعلي نتيجه للانيميا زي ما طبعا دكتور ايمن قال، او نتيجه للثايرويد الغده الدرقيه، او نتيجه لحد بياخد علاجات مؤثرة توتر الولاده بعد الولاده، الرضاعه، طبعا التوتر النفسي جدا. بعض العلاجات وبالذات علاجات حب الشباب بتسبب المواضيع دي. في عندنا كمان اناجينوفليفيوم، يعني الشعره تقع وهي في فتره الطفوله، دي مع العلاج الكيماوي. الناس اللي بتاخد علاج كيماوي
قوي ما تقلقش، بعد ما هتخلص العلاج هتبقى زي الفل ويبقى شعرها احسن من الاول. في طبعا عندنا بقى البرانش الكبير اندروجينيتك الوبيشيا او الصلع الوراثي نسائي ورجالي. رغم انه اندروجينيك رغم ان هو في الاخر برضو هرمون ذكوره بيأثر. طبعا هرمون الذكوره موجود في الستات على فكره طبعا، بس النسبه قليله. لكن لو زاد ممكن، او مش لو زاد، لو حساسيه المستقبلات، حساسيه المستقبل لان في ناس كتير بتعمل التحاليل وتروح تعمل تيجي تقول هرموناتي سليمه، بس انت عندك حساسيه مستقبلات، عندك شعر زياده في جسمك لنسبه الهرمون الطبيعيه، عندك شعر راسك بتقع، يبقى لازم ناخد علاج. دلوقتي بقى في علاج هرموني موضعي للشعر، وده الجديد في العالم. يعني زمان كنا بندي الالدكتون سيستميك، بقى فيه توبيكال، فدي حاجات كويسه قوي تخليني اقدر استغنى عن المينوكسيديل في سن صغيره وادي المينوكسيديل في سن اكبر. حلو قوي. هنروح للحته العلاجيه ديت، بس تقدمتوا جدا في عالم تشخيص المشكله بسبب وجود الديرموسكوب. ديرموسكوب الديرموسكوب ده طبعا حاجه هايله، والفيرجن الاحدث الفولوسكوب اللي هو بيعد الشعره نفسها، بيشوف السكنس تخنت الشعره بقت قد ايه مع كل جلسه، بيشوف انا عندي مثلا طالع من كل فوليكل كام شعره، فده بقى بيساعدنا جدا جدا في التشخيصات، لان ابتدى يبقى في حاجات في امراض في جلد الشعر ما كناش عارفينها، زي الحزاز، زي تاكل شعر. الحزاز ده مرض جلدي مشهور على فكره. جدا. زي حاجه اسمها فرانتال فايبروزنج الوبيشيا، تجي لك العيانه تقول لك شعري بينحل لورا. كنا بنفتكر ان ده من الشد، لا، ده تاكل فرانتال فايبروزنج في المنطقه الاماميه. وليها اكتيفيتي، يعني ليها منطقه بيبقى نشط فيها، لازم ادي علاج الاول وبعد كده نبتدي نعالج موضوع الشعر. فبقى في تقدمات قويه، عشان كده ما ناخدش الموضوع كده سهل. طبعا. والدراسه الميكروسكوبيه للشعرايه اللي حصل فيها دي مهمه قوي. ايه الخريطه بتاعت الاسلوب العلاجي؟ اول ما بتدخل عليا العيانه او العيان، لو هي واحده ست، انا ببتدي افكر في موضوع، بشوف طبعا شعرها الاول واتجه ناحيه يا اما هتبقى اندروجينيتك يا اما هتبقى تساقط شعر تفاعلي. بعرفها ازاي؟ بعمل فرق في شعرها، لو الفرق ده مدي شكل كريسماس تري او شجره الكريسماس واسع وبيضيق، يبقى ده اندروجينيتك. ممكن تبقى فاميليا، ممكن تبقى مامتها كده، مامتها لو داخله معاها اقول لها وريني الشعر يعني. زي الحاله دي. دي اول، دي الجريدز، دي الجريد اول جريد، الفرق واسع شويه، الفرق ابتدى يوسع قوي. فرق كريسماس تري عامل زي شجره الكريسماس بالظبط. ليه كده؟ ليه دايما بنشوف العينه في ثالث مرحله؟ ده تعبير علمي، يعني كريسماس تري ده تعبير علمي، تعبير علمي عشان برضه ما حدش يتضايق من كلمه. وليه دايما بقينا نشوف الناس في ثالث مرحله؟ ليه ما تجيش للدكتور في الاول؟ بتروح للكوافير في اول مرحله. بتجيلك في الثالث مرحله؟ في الثالثه دي. لازم من اول مرحله دي تبتدي تتعالجي، نتيجتك هتبقى احسن، وقتك هتنقذي وقتك اكتر. الحاله النفسيه مهمه جدا، الشعر ده حاجه مهمه جدا جدا في حياه البنت. طيب انا عايز اسال حضرتك على اول مرحله اللي على الشمال دي. تبان لبعض الناس انها طبيعيه، يعني اللي مش فاهم يقول لك دي طبيعيه، ايه اللي يفرق ده عن الطبيعي؟ ان فرق الشعر اكتر من 2 مللي. والبنت هتبقى ملاحظاه فرق شعري واسع. البنات بيبقوا واخدين بالهم جدا جدا من الملي، لو اتغير ممكن يبقى شعرها ما عادش بيقع، وقع وخلاص، بس ابتدى يبقى كده، يبقى لازم اتعالج في المرحله دي، ما استناش لما ابقى في المرحله الثالثه، لان ممكن يبقى في فوليكل ماتت، جذور شعر ماتت ومحتاجه جلسات ومحتاجه. في اول مرحله دي انا هديها علاج موضعي، ونبتدي بشويه فيتامينات، ونصلح اللايف ستايل، نظام الاكل، يعني كل حاجه لازم نصلحها. وطبعا نشوف الهرمونز اول حاجه، مهما كانت راحت لمين واسامي مين، الهرمونز لازم نشوفها. فبتبتدي تلاقي طبعا كل مرحله ليها نتيجه، طبعا اول مرحله هتبقى نتيجه 90%، تاني مرحله هتبقى 70%، تالت مرحله مش اكتر من 60%، وده بالعلاجات الجديده. بس دي حاجه كويسه. عايز ابدا الاول بالعلاج الدوائي، تقدم الى ايه؟ زي ما قلت لك بقى فيها علاج هرموني موضعي. يعني ما بقيناش احنا كنا الاول ايه العلاج؟ المينوكسيديل. ويبقى العيان عارف ان المينوكسيديل هيبطله في يوم من الايام، الشعر هيقع، لان ده هير ديبندنت. في ناس كانت بتقول لك ان المينوكسيديل بيعمل صداع، بيوطي الضغط، انتوا بتدوه سيستميك اقراص. وبقوا في امريكا دلوقتي بيدوه اقراص للناس اللي شعرها بيقع. بس انا بقيت اجل ده، لان انا مش قادره اقول للعيانه هتمشي عليه طول عمرك، هتقع مني في يوم من الايام، مش هتكمل، ولا ولد ولا بنت. فلما اتعمل العلاج الهرموني الموضعي ده، بقيت
بتدي نتائج كويسه قوي. عيبه الوحيد ريحته بس، انا دايما اقول للناس ده علاج مش تجميل، استحملي بس، لان انا في المقابل مش هديكي الدكتور، مش هديكي سيستمك. وابتدي اظبط طبعا نسبه الفيريتين، لازم السيرم فيريتين تتظبط وتبقى اعلى من 100. الحديد اللي هو البروتين اللي شايل الحديد، ده مهم جدا، لان في ناس بتشوف الهيموجلوبين بس. فطبعا لا، البروتين اللي شايل الحديد اهم، والضلع فيتامين، واللايف ستايل، تمنع الصبغه، تمنع البروتين، تمنع الكرياتين، الكلام ده كله، تبتدي تحسن اللايف ستايل بتاعك، ونشوف النتيجه بعد 3 شهور، ونشوف الصوره والديرموسكوب بعد 3 شهور. لو التحسن مرضي اوكي، مش مرضي هنبتدي ندخل لمرحله بعد كده. عظيم. عايز نشوف كده يعني برضو تحت الديرموسكوب ده، تحت زي ما بيقولوا تحت الميكروسكوب، تأثير مثلا الحالة النفسية، الولادة، الرضاعة على الشعر، الناس الحالة النفسية بتتعب. والولادة والرضاعة كل دي هتبني تأثيرها بعد 3 شهور من الأكشن، من الحدث اللي حصل. يعني ممكن يبقى واحدة ولدت وابتدت ترضع، فابتدى ده يحصل، حصل لها نزيف أثناء الولادة، الكلام ده كله. فبالديرموسكوب هلاقي عدد الهير فوليكل قليل، لكن مش هلاقي فيه ساين اوف اندروجينيتك الوبيشيا او علاماتها. علاماتها بالديرموسكوب ايه؟ ان يلاقي شعره قويه وجنبيها شعره ضعيفه، دي علامات ان عندك صلع وراثي. بس ممكن يبقى عندي الحاجتين، ممكن يبقى عندي وراثه او مشكله في الهرمونات، واللي بينها الولاده، نقص الحديد، الكلام ده كله، لكن كانت المشكله الرئيسيه باينه، فدي حبات، ده فايده بقى الديرموسكوب. تضافر الاعداء، انه اكتر من عدو يجي، يبقى انا عندي وراثه، واضاف دول وراثه ولاده او حمل ونزيف وبتاع والكلام ده كله. يعني ما ينفعش شعري يكون بيقع واخد العلاج بتاع اختي، لازم اروح لدكتور اعمل الحاله كويس، اشخصها كويس. طيب التساقط المرضي بقى نتعامل معاه ازاي؟ اللي هو اول حاجه الاندروجينيتك الوبيشيا، هنبتدي نعالجه زي ما قلنا كده، لو هو المرحله الاولى. طب لو جات لي في المرحله الثانيه، لو جات لي في المرحله الثانيه مش هستنى، هدي العلاجات دي، هبتدي جلسات. هبتدي جلسات بالميزوثيرابي، مش هبتدي بالبلازما. امتى ابتدي ميزوثيرابي وامتى ابتدي بلازما؟ هو الميزوثيرابي ده فيتامين ومعاه ديوتاسترايد. حضرتك عارف طبعا الديوتاسترايد ونتائجه الهايله. انا محتاجه ان انا اوقف التساقط، فحدي الميزوثيرابي معاه. امتى حدي الميزوثيرابي والبلازما؟ في الحاله الثالثه اللي عندها الهير فوليكل ضعيفه جدا، انا موقفه، عايزه اوقف التساقط واقوي الهير فوليكل، ادي كورس مكثف. فده اللي هبتدي اعمل. في عندنا كمان حاجه اسمها اي جرو او كابل ليزر، ده كمان حاجه كويسه قوي للناس، لو واحده جات لي بتردع مش قادره اديها ميزوثيرابي، هدي بلازما مع كابل ليزر، وهدي العلاجات الموضعيه. لو واحده داخله على جواز مش هقدر ادي ديوتاسترايد. فيعني مش معنى الدكتور لازم ابقى شايفاكي تحت الميكروسكوب، بحياتك، بشعرك، بنظام اكلك، بجوازك، بخلفك، بكل، ابقى شايفاكي قدامك. السيتويشن الكامله بتاعتك طبعا. يعني الشعر انا مش بعالج كده، ما ينفعش بقى بالتليفون والكلام اللي هو والماسنجر، لان الناس بعتالي شعري بيقع يا دكتور، صدقيني كده ممكن تضمي نفسك. انت قلتي كلام حلو قوي النهارده قوي، يعني انت السيتويشن، يعني لازم اعرف واحدة ما ينفعش تكون مخبية انها متجوزة، وفي واحدة فنانة تكون متجوزة عايزة تنشر وجاية تعالج شعرها، طب انت ممكن لو تعرضتي الحمل طبعا ما ينفعش، في ادوية ما ينفعش طبعا. وبتاخد علاج تاني وما بتقوليش، ممكن واحدة تكون بتاخد علاج تاني وما بتقوليش، بتعمل بروتين وما بتقولي، يعني انا بعالجك سيتويشن، حالة كاملة، احنا هنعيش مع بعض، ولازم لازم نتكلم كويس قوي، واقول لها ان انت ما تطلبيش مني نتيجة قبل 6 شهور. الراجل اللي بيجيلك عنده صلع وراثي بقى، ده اسوء انواع الصلع. هيفرق معايا سنه. لو ولد عنده 20 22 سنه، انا هبتدي معاه بجلسات موضعيه، وهبتدي اديله حاجات ما فيش فيها مينوكسيديل، وهقول له ان الجلسات دي مش علاج نهائي. يعني انت هتعمل النهارده 8 جلسات شعرك هيبقى كويس، ممكن السنه الجايه يقع هتيجي تعمل. انا عايز اعدي بيك فتره الصلع الوراثي. لكن جالي في ال 35 وشعره واقع، هقول له ازرع شعرك. خلاص بقى. خلاص. انا ساعات ببقى ستريت فورورد، بس هو ده الصح. ما صح، ما لازم. في اوقات طبعا زراعه الشعر، زراعه الشعر في مصر رائعه يعني. طبعا يعني انت ما شاء الله استاذ سكر، ما ينفعش تقول للعيان انت هتخف من حقنه الانسولين، لا، انت بتوقف المشكله. لكن انت عمرك انت عندك صلع وراثي زي عندك سكر. هو الصلع الوراثي ده عامل زي اعداء بتحاربك طول عمرك. يعني عندك سكر. بالظبط. بالظبط زي السكر، طول العمر. فلازم تتاقلم معاه. القشره تاثر على الشعر كده جدا.
بتأثر على الشعر جدا، بالذات لو كانت قشرة مرضية زي الصدفية. وفي ناس كتير بتوه في القصة دي، يعني الدكتور بدل ما شافش علامات صدفية على جسمها ما يشخص شعرها صدفية، وتاخد علاج وشامبوهات القشرة وتفضل ماشية والشعر يقع ويبتدي يحصل مشاكل كبيرة. لا، تشخيص مهم، والدمسكوب بيبين الفرق كمان بينهم. وهي بقى النهاردة يعني الشعر والحجاب، قولنا القول الفصل فيه، لان انت عارفة حصل لخبطة كتير حول الموضوع ده. على حسب، زي الشعر والصبغة، لو انت بتستخدم طرق صح الحجاب هيحسن شعرك اكتر، بدليل الخليج، لان الحجاب ده صن بلوك، هو بيقيك من الشمس والتراب. بس الناس اللي بتيجي بقى تغسل شعرها وتعمله اي حاجة وتنزل وتحط الحجاب ده، شعرها هيقع، هيجي لها فطريات وشعرها هيقع. الناس اللي ما بتهتمش بشعرها، اللي بتلبس 50 حجاب فوق بعض، طبعا ده في ناس بتحط حاجات كتير قوي. طبعا انت بتلاقي الهنود محجبات وشعرهم رائع، لان هم بيستخدموا صح. التعامل مع الشعر ده تعامل مع كائن ضعيف جميل، لازم ناخد بالنا منه. عايز اسال برضو عن تقييمك للبروتين وفرد الشعر والحاجات المنيله دي. انا ضدها. ما انا عارف، بس خطورتها ايه؟ خطورتها صحيا ممكن تعمل كانسر لارينكس، سرطان في الحنجره. انت قبل انك يحصل لك سرطان في الحنجره؟ اها، غير ان انت هتبقي من غير شعر اساسا، يعني اول مره هتقول لك انا عملت ماما قبل، اول ماما موقع الشعر. مفيش حاجه اسمها زيرو فورمالين زي ما انت قلت يا دكتور علي. في نسب اقل بس كله فيه فورمالين. طب انا ما اتعبش شويه واعمل استشوار وبيبيليس؟ انا ما بمنعش العينه على فكره من استشوار وبيبيليس، لان انا محتاجه صحتها النفسيه انها تشوف نفسها حلوه، فلازم تعمله. انما امنعها ان هي تاذي نفسها، امنعها ان هي تحرق شعرها. ليه بقى موقع البي ار بي؟ لانه انت عارفه في المؤتمرات البي ار بي يعني ايه، في خناقات طبعا. وقصه البي ار بي اللي هتيجي تقول لي بتختلف من مكان لمكان، انا امتى لما الشركات بتجيلي اخد التيوب دي وما اخدش التيوب دي؟ انا بعمل حاجه كويسه قوي، بسحب عينه مثلا، عايزه اقارن بين تو تيوب، بسحب عينه من عينه واخدها هنا عينتين وادخلها المعمل واطلع عدد البليتلت، الصفائح الدمويه. انا يهمني عدد البليتلت، ما يهمنيش ان انا اسحب بلازما دمويه. يعني في ناس بتروح معمل تطلع البلازما ده ب 50 جنيه مش هيبقى فيها بليتلت. يبقى عشان كده واحد يجي يقول لك انا عملت بي ار بي ما جابش نتيجه، وعملت بي ار بي جاب نتيجه. فالكيتس الصح مهما كان سعرها هي اللي بتطلع لي اكبر عدد بليتلت. الكيتس هي حاجه اللي هي الانبوبه اللي بتطلع الصفائح طبعا، وبتحتفظ بالصفائح في عمليه الفصل. موقعنا في البي ار بي زي امريكا بالظبط. انا كنت في الامريكان اكاديمي، وكانت اول سنه نستخدم بي ار بي يمكن من 7-8 سنين، قعد جنبي دكتور امريكي في الطياره، قال لي انتوا عندكم بي ار بي؟ انا عايز اجربه وعمري ما جربته. دكتور مشهور هناك. مهم بقى كمان البي ار بي عشان يجيب نتيجه كويسه لوحده مش كفايه. شخص الحاله صح، ودي هو جزء من العلاجات مش العلاج لوحده. عشان كده تلاقي واحده بعتالي على الصفحه، دكتور انا جاي اعمل بي ار بي، مين قال ان انت محتاجاه؟ ممكن تبقي عايزه ميزو ثيرابي ارخص لك واحسن لك، وهو انديكيتد. ما تجيش تقولي للدكتور انا هاخد، او لا انا مش عايزه ده وعايزه ده، ده موضوع طبعا. انتوا بتقابلوا الكلام ده في الاوضه؟ هو كل حاجه وكل البرانشات على فكره، يعني في العمليات احنا بس. عايز اقول لك ده في العمليات الكبيره، في ناس بتروح عمليه والله، يعني عمليات يقول لك انا عايز العمليه دي ومش عايز يعني العملية. انا بقول للعيانه انا لو رحت لدكتور زميلي وقال لي حاجه ما اقولوش انا مش فاهمه، هو اللي فاهم. انت ازاي بتقولي لا انا هاخد ازاي؟ انا سعيد جدا بهذه الزياره، ربنا من الاسم المتميز اللامع طبعا الدكتوره منى السبع، كانت في الناس الحلوه في واحده من اهم حلقات الشعر. خلي بالكم من شعركم وارموكم، ما تستسلموش للناس اللي ممكن تنيمكم تنويم مغناطيسي. زي يعني انا مش بزعل من الناس بتوع الكوزمتولوجي اللي هو صناعات التجميل وبتاع صناعات الشعر واللي هو الكوافيرات، يعني بيشتغلوا شغل محترم جدا وناس محترمه جدا، بس بلاش تدخلوا على حته بروتين وفرد الشعر والحاجات دي كلها. بنقص يا عم، الحاجات دي خطر جدا، وممكن تضر. اعتبر بنتك اللي قاعده قدامك او ابي او بنتك اللي قاعده قدامك هتضريها، هتضريها صدقيني. انا بقول لك اهو لو اتفرجوا عليا، لكن انتوا طبعا على دماغنا، انتوا ناس بتشتغلوا بايديكم وناس من الناس اللي شايلين جزء مهم ومهنه رائعه، لكن الدخله الطبيه بلاش منها، خليك هو ربنا مبارك يا عم، ده ربنا فاتح عليك. في ناس بقت بتحقن
اوبا بقى دكتوره مو جايه نورت يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور. خليكم دايما مع الناس يا حبيبي. اكتر شيء واخطر شيء يتعرض له الانسان هو دوران العمود الفقري في حركه دائريه مفاجئه مع حمل وزن تقيل في نفس الوقت. الجراح الشاطر بيقدر يعمل العمليه بتاعته بتطويع كل هذه الاساليب. المنظار ممكن استخدمه خطوه واحده في العمليه، ممكن استخدم الميكروسكوب في خطوتين ثلاثه، ممكن ادمج الاثنين مع بعض. اكبر عمليات تثبيت للفقرات فيها تعقيد وتداخلات معقده جدا هي تثبيت الفقرات العنقيه، ودي انجح طريقه للتثبيت هنا في الفقرات العنقيه باستخدام الجراحه الملاحيه. الغضروف الصناعي يؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياه. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. الأستاذ الدكتور يسري الحميلي أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيور سباين للجراحات المتخصصة. أهلا بكم. طبعا النهاردة حوار مثير ومهم جدا حول أمراض العمود الفقري وجراحاته، لكن خلينا أنا فكرت أقول لكم وبحثت الحقيقه في الحكايه دي. طبعا ممكن يكون كلامي مش دقيق قوي، بس يعني احنا يعني تعبنا في البحث في النقطه دي. اخطر حاجه ممكن يتعرض لها الانسان في الحركه ايه؟ حاجات كتير طبعا بتختلف من شخص لشخص وكل حاجه غلط خطر طبعا، لكن لقينا ان كل الابحاث اشتركت او كتير من الورق البيبرز كتب انه اللفه المفاجاه مع حمل تقيل، ان واحد يعني اكتر شيء واخطر شيء يتعرض له الانسان هو دوران العمود الفقري في حركه دائريه مفاجاه مع حمل وزن تقيل في نفس الوقت. خلينا نفهم النهارده تفاصيل مشاكل العمود الفقري ونفهم ازاي ان التشخيص المبكر، ان اروح بشكل مبكر اكشف مبكرا، هدي فرصه لجراحات رائعه الان بقت ليها زي ما بيقولوا اليد العليا وبقى ليها قيمه كبيره، جراحات محدوده التدخل. بس بشرط ارجوك تعالى مبكرا اول ما تشتكي. هنفهم النهارده حوار مثير للغايه مع ضيف العزيز، طبعا قمه كبيره من عالم جراحات المخ والاعصاب، ليس على مستوى المصري والعربي ولكن على مستوى عالمي. قدم الثقافة الطبية الخالصة في جراحات المخ والأعصاب، ودائما يبهرنا بحديث علمي متقدم للغاية وبمستوى تكنولوجي بينقله من غرفة العمليات إليكم على الشاشة الصغيرة. ضيف العزيز أستاذ الأساتذة الجراح الكبير أستاذ الأساتذة الأستاذ الدكتور أنور يسري الحميلي. يسري أنور الحميلي، أهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور. دايما مرتبط أنا باسم أنور عشان يمكن على الطريقة الأوروبية. منورنا يا دكتور يسري. الله يحفظك. عايز أروح لسؤال، فعلا هل دي أخطر حركة قبل ما أدخل في جراحة التدخل؟ بص، هو في حاجة مهمة جدا كتير ما يعرفهاش يمكن بعض برضه الاطباء الصغيرين او مش متخصصين قوي. علم اسمه بايوميكانكس اوف سباين او عالم الحركه البيولوجيه للعمود الفقري. وده علم مهم جدا جدا، اللي بيقدر اللي بيشتغل في العمود الفقري لو ما عندوش درايه بيه كافيه مش هيبقى بيشتغل بشكل كويس. في ظل التقدم والثوره العلميه النهارده اللي عملت لنا واستحدثت لنا حاجات كتير جدا كلها نشات كبديل او كاستعاضه عن الحاجات اللي بتبوظ في العمود الفقري، بدات بتثبيت الفقرات، بدات بالشرايح بالمسامير، انتهت بالغضروف الصناعي، انتهت بحاجات تقنيات عاليه جدا. مين يقدر يقول اعمل ده ليه واحط ده فين واشتغل ده ايه واثبت ازاي وده اثبت للعيان وده ما ثبتش للعيان؟
هو اللي عنده دراية عالية بما يسمى بعلم الحركة البيولوجي للعمود الفقري، وبالتالي ده اللي يقدر يحط للمريض بتاعه السيستم أو الأساس أو الطريقة أو النظام في حركته. كل واحد فينا عنده جسمه له بنيان، البنيان ده علشان ما يحصلش أي ضرر لابد ان انا اتعامل مع بنيان جسمي بالطريقه اللي تناسبه. في واحد يقدر يرفع 30 كيلو من الارض، في واحد ما يقدرش يرفع اكثر من 3 كيلو. انا هيئت الجسم ده ازاي وعمليه التهيئه دي نفسها، لان انا برضو لازلت بشوف ولاد صغيرين جدا في السن راحوا يلعبوا جيم بطريقه غير منظمه او من غير مدرب او بشكل هاميوني، فجالوا انزلاق غضروفي وللاسف جسمه زي الفل وشكله هايل جدا وعضلاته يعني حاجه جميله، وتعمل اشعه تجد انه عنده انزلاق غضروفي او فقره تضررت من انه عمل الرياضه بشكل خاطئ. وبالتالي ده مفهوم مهم جدا عايزين اولادنا يبقوا حاطين عينهم عليه، عايزين ثقافتنا الطبيه بتبقى بتقول يا جماعه مش كل حاجه نقدر نعملها هنعملها، ولابد من الاهتمام ب زي ما نقول كده ثقافة الاهتمام بالعمود الفقري تتربى عند ولادنا منذ الصغر. جراحات محدودة التدخل أحدثت طفرة كبيرة في عالم جراحات المخ والأعصاب، وهي دلوقتي أنا في رأيي إنها زي ما بيقولوا جراحات الحاضر والمستقبل، بس بشرط برضو إن المريض يجي مبكرا، لأن في فترة ما ممكن جراحة محدودة التدخل تبقى مش عارفة تتعامل مع عديد المشكلات. ده حقيقي طبعا، والأهم من ذلك كله ان مش بس ان المريض هيجي مبكرا، ان المريض هيجي للمتخصص في الجراحات محدودة التدخل. وبلاش نسمع كلام الناس اللي بتقعد تخوف العيانين وتقول له اوعى تعمل عملية بالمنظار ولا بالمايكروسكوب اصل ده هترد بسرعة. يعني دايما اللي ما بيعرفش يعمل الجراحات محدودة التدخل ولا يجيد استخدامها بيخوف المريض كأنها بعبع او كأنها رعب، وده مش صح. ما تخلوش حد يضحك عليكم، دي ده بيخدعك. اللي بيعمل الجراحة محدودة التدخل ده جراح متمرس قدر يعمل العمليات التقليدية وعدى المرحلة دي وخلاص، بيعمل حاجة أحدث وأكثر تطورا للمريض بتاعه علشان يخدم قضية واحدة وهي الشفاء المبكر، العودة إلى العمل مبكرا، وإن أنا أعمل العملية بتاعتي من غير ما أثر على التركيب الطبيعي للعمود الفقري. ده الصورة بتعرض لنا إزاي الانزلاق الغضروفي بيحصل. هنا الغضروف تضخم، بعد ما تضخم خرج بره المحتوى، ضغط على العصب، العصب ده بيغذي ايه؟ لو بيغذي المنطقه دي في الرجل هيبقى الالم في المنطقه دي، لو الغضروف في مستوى اقل او تحت منه يبقى هيغذي عصب تاني هيدي الالم في المنطقه دي، لو الغضروف في تحت في الحته اللي تحت في الفقره اللي تحت يبقى الالم هيجي في عصب الرجل ولكن في ناحيه تانيه، وبالتالي بتختلف الاعراض على حسب مستوى الاصابه. دي صوره بتعرض لنا ازاي ممكن يحصل كسر الفقره من حركه مفاجئه عنيفه غير مدروسه. شفت القوه كلها انصبت على ايه؟ ده بنشوفه امتى؟ ممكن نشوفه في واحد نط من فوق علشان ينزل في الميه اتخبط في صخره فالفقرات ردت لورا، اتكسر العمود الفقري، اثر على حبل الشوك. كوره يا فندم برضو ده يعني في الكوره بس نادرا ما بيحصل. لان مهما كان اصابته الكوره بتبقى الوزن بتاعه مش بالقوه لكن ده بيبقى الوزن والجرافيتي والجاذبيه والاندفاع بتبقى حاجات كتير قوي. هنا برضو بيعرض لنا الاماكن الاكثر تعرضا للاصابه في العمود الفقري بالتاكل والخشونه والغضاريف وهي الفقرات القطنيه. وليه؟ لان بعرضها لحمل كبير معظم الوقت، هي شايله وزن الجسم كله، في نفس الوقت عليها معدل حركه عالي جدا. اقل الفقرات ضررا الفقرات الصدريه. تاني حاجه بتالي الفقرات القطنيه هي الفقرات العنقيه، ودي بقى مرض العصر بالنسبه للي قاعدين على المكتب، بالنسبه للي بيستخدموا رقبتهم بشكل كتير في السواقه، في القعده على المكتب، في المذاكره بطريقه خطا، في الولاد اللي ماسكين الموبايلات طول الوقت وتاني رقبته، في الست البيت اللي قاعده بتشتغل على بطريقه مش صحيه، في البنت اللي قاعده بتذاكر طول الوقت على الانتريه او في الكافيه مع الولاد يقعدوا يذاكروا في الكافيهات وبقت موضه، الحاجات دي كلها بتؤذي العمود الفقري.
في كل الجراحات في التخصصات الاخرى تقدمت وتطورت، ده شيء مقنعين به، والتطور ده سنة العلم الطبي يعني. لكن في جراحات محدودة التدخل التطور فيها وسرعته عالية جدا، انتقل من مثلا جراحة فيها المناظير فيها الاشعاعات بتشرف الى جراحة فيها الانسان الالي الروبوت. فالتطور هنا حصل بسرعة قوي، بسبب هل بسبب احتياج وتقدم تكنولوجي، ولا بسبب كيانات عملاقة دعمت هذا التطور اللي هي شركات صناعة الأجهزة نفسها؟ بص، هو مجال جراحة المخ والأعصاب بنفخر دائما، جراح المخ والأعصاب ده جراح شيك جدا، جراح عالي الذكاء، وده طبيعة الأمر يعني. احنا بنعمل عمليات في المخ، مفيش أدق من هذا ولا أهم من هذا، وبنفخر دائما ان مجال تخصصي انا اللي انا اخد فيه الدكتوراه الجراحة الملاحية، هم اول ناس دخلوا جراحات الريبوت في العالم كله، وكانت اول عملية اجرية بالريبوت عملية اخذ عينة من المخ باستخدام الجراحة الملاحية سنة 1985. تلاها بعد كده في 92 استخدام الكمبيوتر ومجالات الجراحة الملاحية، فتحت الباب على مصراعيه لاستخدام التكنولوجي، وبدأنا بقى ندخل مع ده الميكروسكوب الجراحي، المنظار، الليزر، نستخدم التقنيات دي كلها. من الحاجات المستحدثة ان احنا ادخلنا مجال الجراحة الملاحية في العمود الفقري، والحمد لله انا كنت سابق في هذا المجال، وكنت من احد الناس اللي بدأت المجال ده بدري قوي 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 قوي، وبالتالي استفدنا كتير جدا من دعم الجراحة الملاحية لحاجتين مهمين جدا. حضرتك قلت نقطة مهمة جدا، الاحتياج. انا النهاردة لما بدخل في عالم مجهول انا محتاج ايه؟ محتاج خريطة ومحتاج بوصلة، ولو انا بقى عندي تقدم علمي يا سلام، يبقى معايا نافيجيتور وقمر صناعي، واربط النافيجيتور اللي في معايا في العربية بتاعتي بالقمر الصناعي، يبقى عمري ما هتوه في الصحراء وعمري ما هروح في المجهول. بالنسبة لنا جراحات المخ لوقت قريب قوي كانت حاجة مجهولة، انت بتفتح الجمجمة تجد كل نقطة في المخ مهمة، يا ترى دي بتغذي ايه وبتدي ايه وبتعمل ايه. بعد استحداث الجراحة الملاحية وتقنياتها بقينا بنعمل عمليات في مركز الكلام ببنج موضعي، وهو المريض صاحي وبيتكلم معايا. وعلى فكرة يا جماعة الكلام ده انا عملته في القصر العيني من 10 سنين. القصر، مستشفى القصر العيني بتاعتنا، بتاعت الناس الطيبين اللي هي الصرف العظيم. فبالتالي بقينا ابن عيان عنده ورم على مركز الكلام، انا خايف اشيل الورم اخد حته من مركز الكلام يطلع ما بيتكلمش، فمحتاجين ان احنا نعمل متابعه للكلام. هنعمل متابعه للكلام ازاي؟ يبقى لازم العمليه تتعمل ببنج موضعي وليس ببنج كلي، ده اللي عملته الجراحه الملاحيه، وكان من المستحيل ان يجرى بدون الجراحه الملاحيه. بالتالي هي الحاجه ام الاختراع، ولكن نخبه جراح المخ والاعصاب مش بشكر فينا ان احنا ناس يعني، لكن دايما عندنا نوع من انواع ربط العلم بالتقدم بالاستحداث، بنفكر لقدام قوي قوي، نظرتنا للمستقبل بعيدة المدى، وبالتالي لما نفكر في العمود الفقري، لما نفكر نعمل عملية انزلاق غضروفي، تثبيت فقرات، النهاردة بنستغنى عن الشرايح والكلام التقليدي ده، وبنضرب بيه بقى خلاص، بقينا بنستخدم تقنيات تانية واساليب اخرى. طيب، عندي سؤالين في سؤال واحد، المناظير ودورها في التعامل مع الانزلاق الغضروفي، ازاي المنظار بيدخل يتعامل مع الانزلاق الغضروفي؟ برضو كلاسيكيا ايه حدود المنظار؟ يعني كان انزلاق غضروفي بعدين المنظار يقول لك مش هقدر اشتغل، او خلاص دي حدودي. هل هناك سؤال تاني بقى، هل هناك حالة صراع او تنافس بين المنظار والميكروسكوب؟ هل المنظار عدو الميكروسكوب او الميكروسكوب عدو المنظار؟ وهل الـ يعني احدهما يعلو على الاخر ويسمو على الاخر، ام ان كل منهما منطقته اللي بيشتغل فيها؟ دول سؤالين. الحقيقه في مجال الجراحه الجراح الشاطر بيستخدم كل التولز، الوسائل المتاحه لتطويعها لإجراء عملية جراحية ناجحة. تصور أنت بترسم لوحة، وواحد يقول أنا متحيز للون البني، واحد يقول أنا متحيز للون الأزرق للسماويات، مفيش كده. اللي بيرسم لوحة ده محتاج جميع الألوان، احنا محتاجين في العملية بتاعتنا كل التقنيات دي،
دون ان تطغى واحده على الاخرى. احنا ما بنتحيزش الحاجه، الجراح الشاطر بيقدر يعمل العمليه بتاعته بتطويع كل هذه الاساليب. المنظار ممكن استخدمه خطوه واحده في العمليه، ممكن استخدم الميكروسكوب في خطوتين ثلاثه، ممكن ادمج الاثنين مع بعض. دي عمليه بنشيل فيها الغضروف بالمنظار زي ما احنا شايفين، دخلنا فتحه صغيره جدا جدا في الجلد ودخلت الالات الجراحيه. هستخدم الجراحه الملاحيه عشان توريني الصوره راكبه على الاشعه بتاعت المريض، عشان لما اشيل الغضروف اتاكد تماما ان انا شلت الغضروف اللي عليه المشكله. هستخدم استحساس العصب عشان اقدر اقيس الكهرباء جوه العصب ويا ترى العصب ده حاجه مسيته ولا لا. هستخدم الميكروسكوب في تكبير الصوره، وبالتالي لما بيبقى عندك ابناء وانت راجل اب مثالي ما بتفضلش ابن على الاخر، هتفضل ابن على الاخر لو انت اب مش مثالي. نفس القصه، كل دي وسائل واساليب احنا بنحبها كلها. والجراح الشاطر اللي بيقدر يلعب باكتر من حاجه وببراعه ويستخدم هذه التقنيات. النهارده ما بقاش مسموح ان واحد يقول لك اوعى تعمل العمليه بالمنظار اصلا بترجع تاني. اللي بيعمل عمليه بالمنظار ده جراح بيعمل العمليات الجراحيه بدقه عاليه جدا جدا، ويقدر يعمل العمليه بدون هذه الوسائل. طب هو ليه بيستخدم الوسائل دي؟ علشان يضمن لمريضه الدقه، سرعه اجراء العمليه، واهم من ذلك المحافظه على الانسجه الطبيعيه. هنا اهو بنشيل الغضروف وبنحط غضروف صناعي. الغضروف الصناعي ده هو بديل للغضروف الطبيعي، يبقى بالتالي انا شلت الغضروف كان ضغط على العصب، رجعت المسافه ما بين الفقرات لوضعها الطبيعي، حطيت الغضروف الصناعي. المريض ده هيقدر يحرك رقبته شمال يمين فوق تحت كانه ما شالش الغضروف. بالتالي ده اللي عملته التكنولوجي، اللي عملته الجراحه الملاحيه، اللي عملته الثوره العلميه اللي احنا بنشوفها الايام دي. هل هناك تنافس بين البنزار والميكروسكوب؟ ليس هناك تنافس، انا بحب الاثنين. الاثنين ولادي الاعزاء، الاثنين انا بقدر استخدمهم لمصلحه المريض، بقدر اطوع ده في خطوه واطوع ده في خطوه. وطالما انا باجيد استخدام الاثنين يبقى انت عندك احسن لاعب في الملعب اللي بيقدر يشوط شمال ويمين، واللي يقدر يلعب وينج ليفت وينج رايت. تصور ده جوكر. تصور دايما ده بيبقى عند مين؟ اللعيبه اللي هم ليفت هاندد اكتر. باي ذا واي انا ليفت هاند. اسرع ربع ثانيه الجراح الناس اللي بتستخدم الناحيه الشمال اسرع فرد الفعل ربع ثانيه. هي ميزه كمان ان لما باجي اعمل عمليه جراحيه ما ببقاش مرتبط بناحيه. يعني انا ممكن افتح اعمل للمريض عمليه الرقبه من المنظار من ناحيه شمال من ناحيه يمين، من الميكروسكوب من ناحيه شمال من ناحيه يمين. ما عنديش تحيز لناحيه واحده، ودي بتبقى حاجه يعني ده بالمناسبه بس يعني عرضا. فعايز اقول ان احنا ما فيش حاجه مفضله على حاجه، طالما ان دي هتخدم قضيه مهمه جدا هقدر اعمل للمريض بتاعي العمليه بنجاح منقطع النظير، يبقى هستخدم دي هستخدم دي هستخدم دي. وهقدر لما يبقى عندي تصور انت داخل محل كبير قوي، هايبر ماركت مثلا، ده فيه كل حاجه، وبتطلب بضاعه معينه هتلاقي كل حاجه موجوده على الرف. قارن نفسك لو انت دخلت كشك صغير بتسال على حاجه مفيش غير حاجه واحده هيديك اللي عنده بس. ما تخليش حد يسوق لك بضاعه واحده، روح للي عنده كل حاجه، هتجد عنده كل حاجه بتقنيه عاليه جدا، وهتجد نفسك بتعمل مجهود اقل في الحصول على احسن حاجه. السؤال المشهور قوي في الجراحه الملاحيه وتثبيت الفقرات، تثبيت الفقرات لانه الزحزحه الفقريه بقت موضوع منتشر جدا وبقت حاله مزعجه للغايه جدا. هل المنظير والجراحات معتدده التدخل لها دور في تثبيت الفقرات؟ طبعا الجراحه الملاحيه لها دور كبير جدا في تثبيت الفقرات، واكبر عمليات تثبيت للفقرات فيها تعقيد وتداخلات معقده جدا هي تثبيت الفقرات العنقيه. وانجح طريقه للتثبيت هنا في الفقرات العنقيه باستخدام الجراحه الملاحيه. شوف بقى الجراحه الملاحيه بتعمل ايه؟ صوره الاشعه معروضه على الشاشه، وانا بدخل بالمنظار
وانا داخل بالمنظار الجراحه الملاحيه بتدمج لي صوره الواقع مع صوره الاشعه، فكان انا داخل بطلع الغضروف اللي باين في الاشعه ده بالواقع الرياليتي، او زي ما بنقول اللي زي ما بيقولوا كده العمليه الواقعيه. انا بدمج الصوره اللي طالعه مشخص فيها الغضروف والغضروف باين فيها بوضوح مع الواقع بتاعي، وبالتالي لا يمكن الخطأ. في كتير جدا من العمليات اللي مكتوبة من مضاعفات العملية ميزد ليفل، او ان يعمل المستوى الخطأ يبقى عيان عنده غضروف ما بين الرابعة والخمسة ويعمل لي التالتة والرابعة بالخطأ. النهاردة الكلام ده لما تقوله قدام حد بيشتغل بالجراحة الملاحية تضحك كتير جدا، دي نكتة، لان ما ينفعش ده يحصل. ما ينفعش ان انت بتعمل تثبيت للفقرات باستخدام تقنيات الجراحة الملاحية ان المسمار يدخل في مجرى الحبل الشوكي او في مجرى العصب او ينط العصب بالبلدي زي ما الناس تقول. ليه؟ لان انا بدي احداثيات ثلاثية الابعاد عن المكان. شوف الفتحة قد ايه، شوف حطينا بلاسترة صغيرة جدا مكان ما دخلنا علشان عملية كبيرة بيتفتح لها 4-5 انش او 10 سنتي، والمريض بيقعد لابس حزام ويعمل. ما عندناش الكلام ده، احنا بندخل علشان عندنا تقنيات حديثة، بندخل من فتحة صغيرة جدا قد تكون ثقب زي قطر القلم الجاف، ومن خلالها بنعمل العمليه والمريض بيخرج. مفيش درنقه بقى، مفيش اي حاجه، اي حد في البيت يقدر يغير البلاستره دي بعد يومين ثلاثه او كل يوم مثلا، والمريض ده ما عندوش غرز بقى يفكها والكلام ده كله. هسمح له بعد ما يفوق من البنج انه يقف على رجله، انه يخش التواليت، انه يبدا يتحرك، يطلع ينزل سلم. لو بعمل عمليه غضروف في الرقبه مش هلبسه رقبه، لو بعمل عمليه في الظهر مش هلبسه حزام. وبالتالي خدمت الجراحه الملاحيه نقطه مهمه جدا جدا، وهي الدقه المتناهيه، السرعه في الاداء، الحفاظ على التركيب الطبيعي اللي ربنا عامله في العمود الفقري. ودي كانت اهم اسباب ولا زالت اهم في اسباب فشل العمليات التقليديه في انها تحقق للمريض النتيجه اللي هو عايزها. عظيم. الجراحات محدوده التدخل، الجراحات الملاحيه لما بدانا نتكلم عليها من سنوات، ناس كتير من الفيلد الطب ما كانوش فاهمين ده شأن حاجات كتيره جدا، التردد الحراري الى اخره، كل ده بعد كده الناس بدأت تفهم قيمته. زي بالظبط في مثلا الخيوط في جراحات التجميل، زي الاساليب المناظير في النساء والتوليد، والمناظير عموما في كل فروع الطب. الناس كتير انكرت المناظير في المجمل، المناظير ايه، جراحه مفتوحه افتح وبتاع مش عارف ايه والكلام ده كله. وبعدين بعد كده بان ان العلم المناظير هي الاهم، والمناظير هي الاكثر سيفتي والاكثر امانا. وهنا برضه نفس الكلام، الجراحه الملاحيه اثبتت قدر كبير جدا، قدر كبير يعني اقصد اقول اثبتت بالفعل انها هي الجراحه الاكثر امانا، الجراحه اللي فيها تكنولوجيا كلها لخدمه المريض. انا عليا كبادئ او كموجود في فيلد جراحه المخ والعصب ان انا اتقن هذه الجراحه، وان انا استخدم النوعيه من التكنولوجيا اللي تخدمني في اجراء هذه الجراحه، مش لاني ما عنديش هذه التكنولوجيا ابدا اهاجم ما لا امتلكه. هذه هي نقطة هامة جدا وصريحة جدا في عالم الطب. أنا صريح جدا في الحتة دي، وأكيد ضيفي العزيز. أشكرك شكرا جزيلا على تنويرك لينا النهاردة بهذه المعلومات الرائعة والشرح التفصيلي لواحدة من أصعب وأعقد أنواع الجراحات، وهي الجراحة الملاحية. نورتنا. شكرا يا دكتور علي. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والجراح الكبير أستاذنا الأستاذ دكتور يسري حميدي كان في الناس الحلوة. خليكم معنا. لو قلت لك انه يعتقد الكثيرون ان تكميم المعده لا تصلح لمريض السكر، ده اعتقاد يبقى صح واعتقاد خاطئ. هل تحويل المسار في المرضى اللي عندهم سكر في سن صغير هتجيب ان هي تشفيه بنسبه 100%؟ من واقع الامر لا، خاصه لو المريض ده بياخد انسولين. مش كل درجات السكر واحده، ومش كل الناس جالها سكر في وقت واحد. هيبقى في مريض جه سكر من 15 سنه، وفي مريض جاله سكر من 10 سنين، في مريض جاله سكر من 5 سنين. الفرق بين التجربه الناجحه
وبين المحاولة اللي مش مبنية على أساس علم. هو إيه اللي بيسبب القلق للعيان؟ اللي أثر في النزول في الوزن هو البيهيفير. هو فت نعمل عملية أو ما عملش عملية، بيعملوا العمليات وبيعيشوا حياتهم من سن الستين. الالتزام بتعليمات العملية على مدار 12 شهر الأولانيين. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير، كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. ضيف العزيز الأستاذ دكتور وليد إبراهيم، أهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور، وحشني جدا جدا. النهاردة عنوانا حقائق حول جراحات السمنة المفرطة. حقائق، هو سؤال كلاسيكي في الاول، هل ترى انه لسه في حقائق لم تعلن حتى الان عن جراحات السمنه المفرطه على المشاهد العربي؟ هو من الواضح ان في الفتره الاخيره بقى في لغط كتير. يعني اول ما بدات جراحات السمنه وبدات تنتشر في مصر كان الكلام عليها قليل، وكان الكلام الاكثر على الاعراض الجانبيه لانها كانت مؤثره بشكل كبير، وكان في قله خبره من بعض الجراحين وهي بتشتغل جراحات السمنه، فكان في اعراض جانبيه موجوده، وبالتالي كان هو ده اللي ملفت للنظر. وبعد كده لما كتر اعداد الناس اللي عملت عمليات سواء كان تكميم او تحويل، وبدات الحاجات الايجابيه تظهر في صوره شكليه اللي هي صوره نزول الوزن وتغيير المنظر، والناحيه الطبيه ان الضغط بيختفي والسكر بيختفي وامراض الفقرات بتنتهي، وكل الاعراض الجانبيه النتيجه زياده الوزن بدات كلها تختفي تماما، فبدات الايجابيات تظهر. مع ظهور الايجابيات الكثيره فبدات تزيد حاله من الارتباك، وزي ما نقول اشاعات في العمليات، وبدا يبقى فيه حاجات زي البروباجندا او القنابل بدات تتقال في الماركتنج عشان يبقى فيها نوع من انواع الجذب. وبالتالي بقى فيه لغط كتير، انما هي فيها حقائق لازم توضح للناس. طبعا في حقائق لازم توضح للناس، واحنا اللي هنحاول نوضحه بحسب معرفتنا وحسب خبرتنا في الفتره اللي احنا اشتغلنا فيها من واقع العيانين نفسه. طب انا عايز اقول السؤال برضو هبدا بيه كده، هل الناس فاهمه دلوقتي ان كل وزن كل وضعيه جسميه ليها عمليه؟ الى حد ما لا. يعني في ناس بيبقى لسه وزنها 130 كيلو و150 وبيتكلم في شفط دهون. في ناس بيبقى اوزانها عاليه وبتتكلم في تركيب بالونه. فالى حد ما برضو مش واصل للناس جراحات السمنه اللي هي اختصاصها يعني لو سميناها هي جراحات المعده والامعاء. اللي هي جراحات المناظير، اللي هي دكاتره جراحه الجهاز الهضمي اللي هي التكميم او التحويل. دي بتبقى موجوده في الاوزان العاليه، انما عمليات شفط الدهون هي لازم الناس تبقى عارفه ان هي للدهون الموضعيه، واللي المتخصصين فيها هم دكاتره التجميل، وهي مش عمليه لنقص الوزن. ففي عمليات لنقص الوزن اللي هي التكميم او التحويل، اللي هي عمليات اللي بنشتغل فيها على المعده، وفي عمليات للتنحيف والتجميل اللي هي للدهون الموضعيه اللي هي شفط الدهون، ودي ملهاش علاقه بالوزن. هل ترى انه اختيار العمليه الخاطئه قد يكون سبب في فشل القصه، فشل العمليه؟ ما هو العمليه تفشل لما ما نعرفش الهدف منها ايه. هو لما يكون الوزن فوق ال 100 كيلو او فوق ال 90 كيلو ومشكله المريض هي زياده الوزن، فساعتها يبقى من الفشل في البدايه ان اقول له ان انا هعمل لك شفط دهون، او ان المريض يطلب ان احنا يعمل شفط دهون ويعتقد ان دي هتقلل له وزنه. فده من الاول هي فاشله. اما بقى الاختيار ما بين التكميم والتحويل، وهل ممكن يحصل فشل في العمليه نتيجه لانه خد تكميم او ما خدش تحويل، من الواقع اللي احنا شفناه مع العيانين لا. يعني كان منتشر كتير
وده موجود على مستوى يعني اجواء كتير قوي بتتكلم على العمليات تكميم او تحويل، نختار مين فيهم اللي هو على اساس محب السكريات وان الناس بتحب سكر وان الناس مدمنة السكريات لازم تعمل تحويل مسار. المتعارف عليه دلوقتي من واقع التجارب ان عملية تحويل المسار ما هي الا لتقليل برضو كمية الاكل. يعني تحويل المسار عملية ريستريكتف، يعني تتحط في تصنيف تكميم المعدة. الزيادة عليها فيها جزء تكميم المعدة، وبالتالي في عمليات تحويل المسار لو المعدة اللي باقية معدة كبيرة، الجزء اللي هو الجيب الجديد اللي فوق ده المقفول كبير، ممكن يؤدي ان العيان ما يخسش الوزن المطلوب. فلازم يبقى المعدة دي صغيرة جدا، ويبقى الكمية الاكل اللي بتتاكل فيها صغيرة، لان هي بالاساس لتقليل كمية الاكل. الجزء اللي بعد كده اللي هو توصيل الامعاء بالمعدة، ده ليه تأثير ميتابوليك اللي هو تأثير الاي دي اللي هو تأثيره على السكر وتأثيره على الكوليسترول وارتفاع الضغط. ده بقى بيبدأ يحصل نتيجة للتوصيل، بيبقى تأثيره اقوى من التكميم نفسه. توصيل المعدة بالامعاء بيخلي الامعاء بتفرز انواع معينة من الهرمونات، لان الامعاء مش متعودة انها تستقبل الاكل بالطريقة المباشرة دي، خاصة بعد 2 متر. فبتبدأ الامعاء تستجيب لنزول الاكل المفاجئ ليها، انها بتبدأ تفرز هرمونات. هرمونات منها تؤدي للشبع، في هرمونات تؤدي لزيادة نشاط البنكرياس فيبدأ الانسولين يحصل له نشاط اكتر، هرمونات تؤدي لتنشيط الجهاز التناسلي عند السيدات، وبالتالي لو حتى في تكيسات على المبايض فبتبدأ الهرمونات دي تعالج وتختفي تكيسات المبايض. فده الجزء الاساسي في التوصيلة بتاع تحول المسار، ان هي بتعيد تظبيط هرمونات الجسم. هل لو قلت لك انه يعتقد الكثيرون ان تكميم المعده لا تصلح لمريض السكر، ده اعتقاد يبقى صح ولا اعتقاد خاطئ؟ هو ما هو مريض السكر انواع. لما يبقى في مريض سكر من النوع الاول، ونفترض هنحطه على ارض الواقع وليكن عيان 30 سنه عنده سكر وبياخد اقراص، هل تحويل المسار في المرضى اللي عندهم سكر في سن صغير هتجيب ان هي تشفيه بنسبة 100%؟ من واقع الامر لا، خاصة لو المريض ده بياخد انسولين. فالسؤال البديهي 30 سنة وعندك سكر، طب هو في زيادة في الوزن عالية وليكن مثلا 130-140 كيلو؟ يبقى انا عندي مشكلتين، انا عندي مشكلة سكر ومشكلة وزن. طيب تحويل المسار تعمل ايه في السكر للناس اللي عندها 30 سنة؟ هل هتشفيه بنسبة 100%؟ لا، مش هتشفيه بنسبة 100% لانه غالبا من سكر من النوع الاول. يبقى البريفليج او الميزة بتحويل المسار بتتراجع. طيب انا عندي مشكلة الاساسية التانية وزن، طب ما انا عندي في عملية تانية تكفيني ان انا اخد فيتامينز طول العمر الا وهي تكميم المعده. وبالتالي عيان 30 سنه وعنده سكر وبياخد انسولين، لو انا هعمل له عمليه هعمل له تكميم معده، انزله من وزنه وهيتحسن السكر وهيبدا يتحول على اقراص، لان انا عايز اقلل وزنه. مشكله العيان الاساسيه هي زياده الوزن، هو معتقد ان مشكله السكر عنده 30 سنه، فلازم اكون واضح مع العيان ان انا عملت لك تحويل مسار، انا ما اضمنش خالص ان السكر يختفي بنسبه 100%. وبالتالي مريض عنده سكر ممكن نعمله تكميم معده، وهيبقى هيتحسن جدا وهيحل المشكله الاساسيه اللي عنده اللي هي زياده الوزن. انا عايز اسمع سؤال من الجمهور عن السكر، الناس بتسال عن السكر كتير، يمكن كما تسال عن السمنه، يعني السكر والسمنه اصبحوا الاثنين هم عملياتكم. مرتبطين. تعال نشوف الناس بتسال ازاي. تأثير السكر لعمليات البالون او تحويل المسار اللي هو بيقعد يسموها تكميم المعده او تحويل مسار المعده، هل ده بيفيد برضه عمليه السكر او تقليل السكر في الجسم؟
هو جمال سؤال الجمهور انه سؤال ملخبط. هو دخل عمليتين في بعض، تكميم في التحويل، في التحويل في السكر، وقال لك ايه ازاي بيفيد؟ بيفيد، بس مين اللي بيفيد اكتر؟ يعني هو طبعا المساله عنده، بس كويس ان هو يعني تقدم في الثقافه انه عارف ان في عمليات للتعامل مع السكر والسمنه. طبعا. هي الوزن بصفه عامه هو سبب من اسباب، يعني ذات الوزن هو سبب من اسباب السكر. كويس. فنزول الوزن بالطبيعي انه يبدا يعالج السكر. طب احنا عندنا نوعين من السكر، في سكر من النوع الاول وده بيبقى في سن صغير، وده بيبقى ناتج عن البنكرياس نفسه ما عندوش القدره على افراز الانسولين. وفي منه من النوع الاول ده انواع عنيفه جدا، ان البنكرياس بيبقى تقريبا زيرو، مفيش انسولين بيفرز في الجسم تماما، فالانسان بيبقى معتمد على الانسولين الخارجي، وده طبعا بيبقى داخل بيخش في مشاكل كبيره قوي وحاجات نتيجه لزياده السكر ويخش في كوما. وفي نوع تاني من السكر اللي هو سكر من النوع التاني، اللي هو الانسولين اللي بيبقى طالع من البنكرياس يبقى ابنورمال او مش زي الطبيعي، بس ما بيبقاش كله، يعني بيبقى فيه اجزاء من الانسولين سليمه وفي اجزاء تانيه مش سليمه. وبيبقى الانسولين لما بيجي يشتغل، هي وظيفه الانسولين ان هو ياخد جزيئات السكر اللي موجوده في الدم ويبدا يشيلها على كتفه ويروح داخل على الخليه ويبدا يخبط على باب الخليه، الخليه تفتح عن طريق مفتاح، كاننا بنحط مفتاح في كالون الباب. هو الانسولين بالظبط عامل زي المفتاح والخليه ليها كالون. فالانسولين شايل الجلوكوز على كتفه ويروح داخل جوه الخليه ويرمي الجلوكوز جوه الخليه عشان يبقى فيه طاقه. لو في مشكله في جزيء الانسولين اللي هو المفتاح، او في مشكله في الفتحه بتاعه الكالون، النتيجه ان السكر هيفضل موجود في الدم وما يخشش. هو ده النوع الثاني، ان يبقى في مقاومه موجوده على الانسجه. يبدا السكر يحصل بالمشاكل اللي بيعمل النشاط، متخزن بقى في الدم مش عارف يخش الخليه بقى. ده السكر من النوع الثاني. العمليات بقى تفيد بصوره ايه؟ العمليات لما تيجي تفيد، ولما احنا بنبدا نتناقش على مع العيان على عمليه تحويل المسار وتاثيرها على السكر، لان مش كل درجات السكر واحده، ومش كل الناس جالها سكر في وقت واحد. هيبقى في مريض جه سكر من 15 سنه، وفي مريض جاله سكر من 10 سنين، في مريض جاله سكر من 5 سنين، وفي مريض جاله سكر من 15 سنه وبدا اقراص وبعد كده انسولين، واللي لسه بادئ من 5 سنين ده لسه ماشي على اقراص. فالديوريشن او التاريخ الوقت بتاع المرض السكري حصل من كام سنه ده مهم قوي. الحاجه الثانيه الوزن بتاع العيان، وزنه كبير او وزنه صغير، وبالتالي المريض بيبقى لما جاي يسال على نتيجه، هو انا هعمل تحويل مسار، السؤال البديهي هو انا هخف، هي التوقعات بتبقى تدريجيه عشان يبقى الكلام واقعي على ارض الواقع في عمليه تحويل المسار، الا وهو ان احنا على الاقل بننزل درجه. يعني لو حضرتك عندك سكر وبتاخد اقراص والسكر مظبوط، يبقى ان شاء الله لو عملنا تحويل مسار هتبقى نسبه الشفاء 100%. لو حضرتك عندك سكر بس السكر مظبوط على انسولين، المهم قوي يبقى موضوع السكر مظبوط، سكر مظبوط على انسولين، يبقى لو عملنا تحويل المسار فهي اول درجه من درجات النجاح ان شاء الله اللي متاكدين منها باذن الله، ان انت اللي بقراص. والدرجه الاعلى في النجاح انه يختفي. لو حضرتك عندك سكر وبتاخد انسولين والسكر في السماء، اللي هو في ناس مثلا كانت في العياده بتيجي بتاخد تقريبا اكتر من 250 ل 300 وحده انسولين في اليوم والسكر هاي 300، ميكسد بقى على بعض ما بين ميكستارت اللي هو الانسولين الخليط او الانسولين المائي، فالتوتال كده ممكن يكون بياخد 200 وحده، والانسولين هاي، انسولين هاي على الجهاز يعني هو قاري اكتر من 600. فاول درجه من درجات النجاح ان حضرتك هيبقى عندك سكر بس بتاخد
من 10 ل 15 وحده انسولين. دي اول درجه من نجاح عمليه تحويل المسار. تاني درجه انك السكر يبقى مظبوط وبتاخد اقراص. تالت درجه السكر يبقى مظبوط من غير ادويه اللي هي الشفاء الكامل. فهي لازم المريض يقيم في الاول انت موقعك فين في الخريطه، على اساسه ابدا اديك توقعاتي في نتيجه عمليه تحويل المسار. عايز اروح لسؤال منطقه ثانيه جنب السكر، الانجاب والضعف الجنسي. وانا جاي لسه في مريضه كانت بعتالي، احنا دايما في اول متابعه بعد شهر من العمليه، بعد كده بنتابع لمده 12 شهر اللي هي الفتره اللي بنوصل فيها لاقصى كميه نزول، وبندي فيهم التعليمات اللي كيفيه التعامل مع العمليه على مدار 12 شهر. فمن الحاجات الروتينيه اللي احنا بنقولها للعيانين ان لازم تستخدم وسيله لمنع الحمل. فانا قابلت في حياتي تقريبا 7 أو 8 حالات اللي هم لا نفس السيناريو بالظبط، بيبقى الزوج والزوجه قاعدين. احنا بقالنا 12 سنه وعندنا محمد او سلمى او هدى وما خلفناش من ساعتها، فاحنا ما بنستخدمش وسيله وجبناها عن طريق الاي في اف او جبناها من يعني طبيعي، وبقالنا 12 او 13 سنه ما بنستخدمش اي وسيله وما فيش حمل. فبقول لهم لا لو سمحت استخدموا وسيله. هم تقريبا اللي قابلني 7 أو 8 غالبا، يعني منهم السبعه دول في اول 7 أشهر حصل انجاب. وده ليه تفسيرات، ان عمليه تكميم المعده او تحويل المسار الاثنين بينزلوا في الوزن، بس الاثنين ليهم تاثير هرموني. يعني الغريب في تكميم المعده ان في جزء بيتشال. طب احنا عملنا تغيرات هرمونيه؟ في تغيرات هرمونيه، والجزء بتاع المعدة دي، الجزء بتاع المعدة اللي بيتشال فيه هرمون، وشيل الجزء ده بيعيد تسطيب او بيعمل ريسيتنج للهرمون اللي موجود على مستوى الجسم. والدليل على كده ان الناس في اول 24 ساعة اللي بيبقى عندهم صعوبة في التنفس اللي هو السليب ابنيا سندروم، والناس دي احنا شفنا منها كتير قوي، اللي هو وهو نايم بيحس انه في خنقة فيروح صاحي من النوم نتيجة لزيادة الوزن، او بيشخر وبيبقى صوت شخيره عالي جدا نتيجه لزياده الوزن. في اول 24 ساعه من العمليه القصه بتاعه النفس بتختفي وقصه الشخير بتختفي، على الرغم ان في 24 ساعه ما حصلش نزول في الوزن. معنى كده ان العمليات دي ليها تاثير هرموني كبير جدا في علاج الاعراض دي. وبالتالي تكميم المعده بتزود من فرص الانجاب، تحويل المسار بتزود من فرص الانجاب، تكميم المعده ده ردا على الاسئله اللي ممكن تبقى موجوده في اذهان ناس كتير قوي، خاصه البنات الصغيره بيبقوا مقلقين ان هم يعملوا تكميم معده خوفا على ان هم ما يحصلش انجاب. الكلام ده بالعكس، انا بقول لها هي بتقول لي هي تكميم المعده بتاثر على الخلفه؟ بقول لها بتاثر على الانجاب. بتقول لي معقوله؟ اقول لها بس بتاثر بالايجاب، ان هي بتزود من نسبه الانجاب لانها بتحسن من الهرمونات، بتقلل من الدهون اللي موجوده على المبيض كويس، وبالتالي نسبه الانجاب بتعلى جدا. اما من ناحيه القدره الجنسيه شيء طبيعي جدا، علاوة على التغيرات الهرمونيه اللي بتحصل مع الرجاله، النزول في الوزن بيحسن من بيحسن من النفس وبيحسن من الحركه، كل دي حاجات مؤثره في العمليه الجنسيه محتاجه لياقه بدنيه عاليه، وفي تاثير اكبر تاثير الهرمونات. يعني هي زي ما بيحصل اعاده تظبيط لهرمون الانوثه بيحصل اعاده تظبيط لهرمون الذكوره، هي العمليه ليها تاثير هرموني اكتر منها على المدى القريب. على المدى البعيد ليها تاثير في نزول الوزن. فتاثيرها على الانجاب ايجابي، وتاثيرها على القوه اللي هي الممارسه الزوجيه، العلاقات الزوجيه طبعا ايجابي جدا. السؤال برضه الكلاسيكي اللي بيخوف كتير من الناس، هل ممكن بعد ما يجري عمليه تكميم تحويل يعود الوزن مره اخرى للزياده بعد فتره؟ اللي هو بما يسمى بكلمه مخيفه جدا، العمليه فشلت يا جماعه.
انت بتشرب ميه؟ هو السؤال رخم يعني. هو لو ما كانش في دايما تدريج في العمليات وتطور في الديزاين بتاع العمليه، ده معناها ان مفيش عمليه مثاليه. دايما احنا انا بقول للناس لما تيجي تبدا تسال عن العمليات، ولازم ده يبقى واصل لاذهان الجميع، ان العمليه مش حل سحري لنزول الوزن. بمعنى هي العمليه ليها نوع من انواع التاثير على البيهيفير، على كيفيه التعامل مع الاكل. في ناس بتبقى جعانه جدا وكميه الجوع عندها بشعه، فما بتقدرش تمسك نفسها، وبالتالي ده بيبقى سبب من اسباب انها تعمل رجيم. فالتكميم او التحويل بيقللوا من نسبه الجوع، فاحنا بنساعدك. بس في حاجات تانيه انت بتساعدنا فيها، اللي هي تنظيم طبيعه الاكل وطبيعه الحياه. العمليات بتعمل اللي الرجيم بيفشل انه يعمله. بمعنى انا بعمل رجيم عشان انزل في الوزن. طيب بس سبب فشل الرجيم اني انا ببقى بزهق، رغبه الجوع بتبقى قويه، فببدا امل، فببدا ارجع تاني اكل، وبرجع اكل تاني بقوه. العمليه بتجبرني ان انا اولا نسبه الجوع بتقل جدا، ثانيا حتى لو كلت كميه الاكل اللي انا باكلها سواء كان في التكميم او التحويل قليل. اكيد انا ريستريكتيف، انت قلت ريستريكتيف الاثنين ريستريكتيف، ولازم يبقى بس تحويل المسار بلا ابزورتيف، يعني ما ادي الى الى حين. في التكميم احنا ريستريكتيف، بنقلل من كميه الاكل، بننقص وبنقلل كمان من رغبه الجوع. كويس. بس مهم قوي في العمليه فهم العمليه. احنا معدتنا حولناها الانبوبه، احنا امتى بنبقى حاسين بالجوع؟ لما المعده تبقى فاضيه. وامتى نشبع؟ لما المعده تبقى مليانه. السؤال ده بديهي جدا. بعد العمليه والعمليه المعده بقت انبوبه، انا هدفي كطبيب اقول للناس اللي عملت عمليه ان لازم معدتك على مدار اليوم تبقى مليانه. طب على مدار اليوم تبقى مليانه ازاي؟ على مدار اليوم مليانه بسوائل. السوائل دي لو كالوري، قليل السعرات الحراريه. وفي خلال السوائل كلها من الصبح لغايه بالليل السوائل دي ماليه المعده، وبالتالي انا حاسس بالشبع، فانا قاتل احساس الجوع اللي عندي. بس انا عايز اكل. عايز اكل ليه؟ عايز اكل عشان اخد فيتامينات، وعايز اكل عشان ارضي الموره اللي عندي، ارضي رغبتي في الاكل ان فيها جزء من اجزاء المتعه. ففي خلال السوائل دي على مدار اليوم انا بقول ان انت تزرع، وكلمه تزرع هي افضل كلمه ممكن تتقال للوجبات. تزرع ثلاث مرات للاكل، فطار وغدا وعشاء. قبل الاكل بنص ساعه، واثناء الاكل وبعد الاكل بنص ساعه بنوقف سوائل. طب ليه؟ مش عشان ما يختلط الاكل بالسوائل، لا، عشان اسيب المعده فاضيه، عشان اقعد على الوجبه واكل وجبتي. تنورتنا وشرفتنا. يعني كالعاده مبدع، وكالعاده في نقاط محدده وواضحه شرحت كل شيء، لكن يبقى المريض هو الاكثر قدره. خلينا اقول للضيف العزيز الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم، واحد من طبعا نجوم جراحات السن المبدعين والاكاديميين الرائعين في هذا العالم اللي انا بعتقد انه عالم التحرير او الحريه. خليكم دايما من الناس الحلوه. العين كمبيوتر، وناس كتير دلوقتي بقى في وصله ما بين عينيها ولسانها، يعني اول ما بيشوفوا حاجه غلط بيروحوا قايلين عليها على طول. طب لما حضرتك درست الكلام ده في سنه اولى اسنان، تمام، ونجحت فيه، لما كبرت وبقيت راجل خبير وتقول خبير تجميل، نسيت يعني سنه اولى؟ ما هو النيتشر والهيومن نيتشر اللي هو الطبيعه الانسانيه بتاعتنا في الشكل، فاي ديفيشن او خروج عنها هتبقى ملاحظ، وناس هتقعد تتريق عليك. خلي بقى سعادتك رايح تجيب ماده تحطها جوه بقك، ما تعرفش مصدرها ايه ولا نوع الماده ايه، وتقول لي انا رايح ابيض. لا، اي اجراء لازم تعمله عند دكتور اسنان ثقه، مش دكتور اسنان كمان عادي. لو عايز تخيل كائن واحد بني ادم جه عينيه تحت مناخيره، بني ادم طبيعي ده. بمعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا.
النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. بس كمان ثقافتك في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك، احد مطوري حشوات الاسنان التجميليه. اهلا بكم في عالم الاسنان وفي عالم تجميل الاسنان في منطقه مهمه جدا. ان حد طبعا عنده اسنان فيها مشاكل فراح لمنظومه المفروض انها منظومه متكامله في الاسنان فعمل تجميل اسنان. خرج عمل تجميل اسنان بمواصفات تجميل الاسنان المفروض الكويسه. فخرج فكل اللي شايفه وكل اللي بيقابله يقول له انت عامل ايه في اسنانك؟ وكلمه انت عامل ايه في اسنانك دي على فكره بيقولها نوعين من البشر. بيقولها ناس قريبين منك جدا وناس مش قريبين منك قوي بس بيبينوا لك شيء معين، بيوصلوا لك رساله معينه. القريب منك من حقه طبعا يقول لك على انطباعاته عنك ايه، اخوك، اختك، صديقك، صديقتك، خطيبتك، مراتك، كل دول ناس من حقهم انهم ينقلوا انطباعهم عنك. المشكله بقى في الناس اللي مش قريبه منك قوي، من حقهم، انا في رايي من حقهم، بس بيوصلوا لك الرساله ازاي؟ لو قالوا لك انت عامل ايه في اسنانك في حد ذاتها الجمله، هل هي معناها ان انت اكيد عامل شيء ملاحظ وبالتالي خارج مقاييس الجمال؟ هي ايه مقاييس الجمال؟ والجزء الثاني من الناس او جزء من الناس اللي ممكن يقول لك كده، وانت عامل ايه في اسنانك؟ باستغراب، ده اكيد بيوصل لك رساله ان انت عامل حاجه كارثيه. يعني ده مش بس عارفه، ده عارفه وانتقدوك في نفس الوقت. العين كمبيوتر، وناس كتير دلوقتي بقى في وصله ما بين عينيها ولسانها، يعني اول ما بيشوفوا حاجه غلط بيروحوا قايلين عليها على طول. الناس دي لازم نحترم نظرهم، لانك في النهايه انت بتعمل تجميل عشان يبقى شكلك حلو لنفسك وللناس، ده مهم جدا. تجميل الاسنان عالم مثير ومهم للغايه، وضيفي واحد من اللي اسسوا هذا المعنى، وربما في الاعلام يعتبر هو بدايه ظهور كلمه تجميل الاسنان في مصر كانت على لسانه. وضع المعاني الاساسيه لتجميل الاسنان في الوقت اللي بعض الناس كانت بتتكلم على انه تجميل الاسنان ده شيء اجتهادي، هو وضع له قواعد علميه واضحه جدا ودافع عن هذه القواعد ودافع عن عالم تجميل الاسنان، لغايه لما بقت الاصوات كلها دلوقتي بتنادي ليه ما يكونش في تجميل اسنان في كل او قسم تجميل الاسنان في كل الجامعات المصريه. خلينا نرحب بضيف العزيز الاستاذ دكتور نور الدين مصطفى. اهلا بك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، منورنا في الناس الحلوه. انا اتشرفت بيكم. ده الناس الحلوه، الناس الحلوه يعني يعني النهارده يعني بيسالوك ناس كتير او الناس الحلوه. قبل ما نبدا، هو لما حد يشوف سنان ما يحسش انها هوليود سمايل، انت اول واحد في حوارات عالميه قال كلمه هوليود سمايل. تمام. ويشوفها مش بس هوليود سمايل، يشوفها حاجه ثانيه غير هوليود سمايل. طيب. في ناس بتشوف وتنطعج ويتبنى عليها. طيب. يعني تزعل ويتبنى عليها، وفي ناس من قرب من الشخص يقولوا له دي يا ابني مش هوليود سمايل، دي اي حاجه ثانيه. وفي ناس بقى جرأتهم وممكن تصل المساله لمساله يعني الى حد التدخل، اللي هو بقى يعني يقولوا جمله مخيفه للشخص يخليه ما يباتش الليل الا تاني يوم لازم يروح يغير اللي هو عمله، يكسرها. ايه اللي حصل خلى ناس كتير ما تخرجش بابتسامه جميله حقيقه؟ اللي حصل ان احنا يعني خلال الفتره اللي فاتت واحنا مع بعض خلال مشوارنا الطويل ده ارسلنا مبادئ لتجميل الاسنان. كان احنا لما هنا بنطلع نقول هوليوود سمايل، الناس يعني ايه هوليوود سمايل؟ ما فيش علم مش موجود في مصر، ما حدش بيعمله. بنتكلم على قشره تجميليه، تقريبا كان اول حد قال كلمه قشره تجميليه، قال كلمه عدسه اسنان راسخه. وانا باخد العلم اللي انا درسه بره وبترجمه عشان اعرفه للناس. فالناس ما تعرفش يعني ايه تجميل اسنان خالص.
وكان هدفنا خلال الفتره دي ان احنا نخلي مصر مركز لتجميل الاسنان، بدل ما الناس اللي كانوا الى حد ما بيفكروا يطلعوا يعملوا تجميل اسنان بيطلعوا لبنان وبيطلعوا دبي او بيطلعوا امريكا، لا احنا قلنا احنا عايزين يبقى هنا مقصد لتجميل الاسنان. فاخدنا المشوار بتاعنا ونجحنا بدليل ان بعضهم جه مصر بعد كده. لا ده مش بعضهم، احنا الحمد لله دلوقتي احنا فعلا بقينا مركز لاستقبال تجميل الاسنان في الشرق الاوسط وفي العالم. ما هو دليل ان احنا غيرنا السوق، خلينا بالعربي كده، في سوق في تجميل الاسنان كبير قوي اتفتح في مصر. تمام. طيب قبل ما احنا كنا نتكلم عن تجميل الاسنان ما حدش كان بيشتغل تجميل اسنان كتير، واحد يعني اسم او اثنين كانوا بيشتغلوا معانا. طيب بدا موضوع تجميل الاسنان يبقى فيه ديماند ويبقى فيه ناس كتير عايزاه، بقى فيه احتياج، في ديماند، في احتياج وناس كتير عايزاه، والناس كلها مش هتروح عند الاثنين ثلاثة اللي موجودين اللي هم بيشتغلوا تجميل اسنان لان ممكن ما يعرفوهمش او لصعوبة الوصول ليهم، فيبدأ يروح عند اي دكتور. فبدأت الدكاترة تسمع كلمة ايه؟ دكتور انا عايز اعمل تجميل اسنان، دكتور انا عايز اعمل هوليوود سمايل، دكتور انا عايز اعمل قشرة تجميلية، دكتور انا عايز اعمل عدسات اسنان لاصقة. تمام؟ والدكتور ما يعرفش يعني ايه الحاجات دي. يوم فجأة يوم فتح الانترنت يشوف الدكتور الفلاني قال خلاص اسمان بتتعمل بشكل الفلاني، وهو ما فيش تحت ايده كمان تولز الاوحش. يعني انت مش بس هوليوود سمايل العلم، انت كمان في ادوات لازم تكون تحت ايدك وعشان تقدر تنفذ بيها التجميل. ففجأة ناس كتير دخلت في الموضوع واشتغلت ويطلعوا ايه؟ ويطلعوا تيجي تبص على الكيس، ايه ده؟ مفيش اي ابعاد للجمال والتجميل في الحاله. عشان كده بقت ناس كتير تشك، ودي بقى المشكله، ده اللي بيخليني دلوقتي اعمل حمله ضد الكلام ده. الناس بدات تشك في تجميل الاسنان كتجميل الاسنان. لا، حضرتك تجميل الاسنان بعلم قائم وبيطلع نتائج مذهله، لكن مش معنى ان انت شفت يعني انتاج غلط يبقى القصه نفسها غلط. لا لا لا، الناس دي هي اللي غلط. إذن سنذهب لكي نعرف في عالم تجميل الأسنان أين الأبيض والأسود والتباعدي وأين الوهم والشك واليقين ومن الجاني ومن البريء في عالم يبدو أنه ثالث الفهوة فهلوة. تعالوا نشوف الأبيض والأسود الرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ تجميل الأسنان هو عالم الريليشن شيب أو عالم العلاقات ما بين الوجه والوانه واشكاله وتقسيماته والاسنان. ابيض ولا اسود؟ ابيض طبعا. طبعا في علاقه مهمه جدا، لازم نتفق ان كلمه هوليوود سمايل او تجميل اسنان هي في الاخر هي طريقنا للوصول للابتسامه المثاليه. فالابتسامه المثاليه دي ليها ابعاد كتير بقى، واحنا قلناها في حلقات قبل كده، يمكن 21 كرايتيريا عشان تعمل تجميل اسنان، من ضمنها شكل السنه لوحده، كل سنه لوحدها شكلها ايه؟ وضع السنه مكانها، ميل السنه، علاقه الاسنان بعضها ببعض، يعني في علاقه ما بين كل سنه والثانيه، سواء في الحجم او في الرصه، يعني واحنا بنرص الاسنان او في حجمهم علاقتهم ببعض ليهم علاقه معينه واتكلمنا فيها قبل كده اللي هي الجولدن بروبورشن، وبعد كده قلنا لا ده الجولدن بروبورشن يا جماعه عشان احنا كنا بنقرب للناس، دي جزء من التجميل، لا في حاجه اسمها الريد بروبورشن ودي الاعم. الجولدن بروبورشن دي عشان بنقدم لكم ارقام تبقوا فاهمينها بس، لكن في الريد دي الاشمل والاعم اللي هي بتديها كذا بروبورشن من الاسنان وبعض. وفي بعد كده علاقه ما بين الاسنان دي كلها وما بين اللسة، وده مهم جدا، وده جزء بقى بيهمله اللي ما يعرفوش تجميل اللي هم اكتر من 99%. حضرتك اللسة دي بالوزن السمايل، بالوزن الابتسامه بتاعتك، لو حضرتك البراز ده مش مظبوط خلاص كل اللي انت عملته انتهى. كيسز تخش وتخرج انا عامله تجميل، طب انت حضرتك البني سمايل اللي انت عاملاها دي ايه؟ طيب اللي انت سايباها دي من دخلت عملت تجميل ازاي؟ دخلت عند مين يعني؟ مش اسمها سمايل اناسيز، بنعمل تحليل الابتسامه فنعرف الديفوهات والمشاكل. طيب اللي عمل لك السمايل اناسيز ما شافش ان في سته، يعني دي من ضمن الحاجات اللي عندها جامي سمايل، عندنا ديسبلاي للسه اكتر من 6 مللي، واحنا اتفقنا ان اللسه الطبيعيه بتبان من 1 ل 3 مللي، الافرج 2. طيب لو انا عملت له قفلت المسافات في الحاله دي بالقشره التجميليه بس ما عملتش اللسه، انت متخيل المنظر؟ اه محمد كافر على فكره. تمام، انا عارف الحاله دي. صح، من الحالات اللي احنا استضفناها. حافظ، انا حافظ سناب. فبالتالي انت هنا لو ما عملتش اللسه عملت ايه؟
عملتش تجميل، يبقى هنا لازم الاول تعمل تحليل الابتسامه، تعرف كل المشاكل اللي في الابتسامه ايه، تمام؟ حللناها، عرفنا المشاكل، بدانا نعالجها. هنا عملنا علاج اللثه بتاعنا، عملنا نحت تجميل اللثه على ايد واحد من اكبر خبراء علاج اللثه في الشرق الاوسط. وبعدها بدانا نعمل الاسنان، بقى نعمل ديزاين الاسنان، وبعد كده صنعنا الاسنان. على فكره مهم جدا في تصنيع الاسنان، هنا انت لو بصيت وركزت في الصور بتاعت محمد كارتر هتلاقي السنه فيها درجات للون، يعني السنه الواحده بادئه من تحت بترانسلوسنسي، الجزء شفاف، بعد كده بيبدا اللون يزيد، بعد كده يبقى كامل او فولي ساتوريتد او يعني مليان بالكامل اللون ناحيه اللثه. لو ما عملتش كده يبقى انت ما عملتش تجميل صح. انا ممكن اقفل المسافات دي زي ما قلت لك بشكل تشيكليت ستيس، اجيب لبان كده واحطه منظر شكل يعني واحطه وخلاص. لا، كل سنه ليها كاركتر، ليها شخصيه، ليها ملامح، زي ملامح وشك بالظبط. حضرتك وشك ليه ملامح، في عينين، مكان العينين معروف فين. لو عايز تخيل كائن واحد بني ادم جه عينيه تحت مناخيره، بني ادم طبيعي، ده شكله طبيعي مش طبيعي. طب لو ما عندوش بقى الملامح دي خالص، اتعمل كده يعني اتطمست ملامحه، ما فيش فتحتين للعين، وما فيش الانف، وما فيش الفم، وما فيش الحاجب، وما فيش الشعر، ما بقاش بني ادم. انت لو ما اديتش السنه الشكل الطبيعي بتاع الانسان اللي ربنا وهبه للانسان، خلاص انت دمرت الحاله. خلي بالكوا احنا هنا لما بنيجي نتكلم على عيوب، احنا بنتكلم على عيوب اداء مهني. بالظبط. اللي اسنانه سيئه او هي اسنانه فيها عيوب كده، مصفره، معوجه، مش عارف ايه، ده اتخلق كده وظروف الاسنان طلعت كده، كلنا اسناننا ما كانتش كويسه بشكل او باخر، في اجزاء فيها مش جيده، يعني قليل قوي الاسنان بيرفكت يعني مولود بيها ويظل بيها. لكن احنا بنتكلم في بعد التصليح، يعني انت دلوقتي اوريدي انت صلحت، ما تطلعليش حاجه انت بتصلحها بالشكل ده، مش كده ولا ايه؟ والا هتكون بقى ممكن تكون متهم، ممكن تكون جاني، وهنشوف فين البركه. جاني، متهم، ام بريء؟ السؤال الاول ده سؤال مهم قوي، يتعلق بتقنيه ناس بتسمعها دلوقتي كتير اسمها النوبرب. النوبرب دي اختصار كلمه نو بريبريشن، بدون تحضير. بدون تحضير. ناس كتير من الشباب والبنات عايزين يعملوا نوبرب دول على مبدا ان انا مش عايز حد، ما فيش حد يلمس السنه والسنه زي ما انا بغطيها، بس زي ايه ما تكون انت عندك بلاط وتحط فوقيه موكيت بس كده. طيب. الطبيب الذي يقوم باستخدام تقنيه النوبرب في تجميل الاسنان ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ متهم. ليه؟ الاول النوبرب دي ظهرت في اول الالفينات خالص، تمام؟ ودكاتره كتير بدات تسمع عنها وبداوا يشتغلوا عليها. طيب النوبرب ميزتها ايه؟ النوبرب ميزتها انها ما بتشيلش حاجه من الاسنان خالص. هل في الاخر لو انت جبت النوبرب فينير ده ولزقته على الاسنان، هل انت ما حضرتش في الاسنان فعلا؟ يعني هل فعلا انت ما حضرتش في الاسنان؟ لا طبعا حضرت. ليه؟ حضرتك اصلا مجرد انك تلزق النوبرب على الاسنان انت اوريدي حضرتها، لانك بتعملها حاجه اسمها اتش. اتش ده يعني بتجيب اسيد او حمض وبيتحط على السنه علشان يعمل فيها بوز او خروم صغيره قوي، علشان السمنت او الماده اللاصقه تخش جواها، تمام؟ طيب اساسا السطح المينا ده اللي انت عامله، انت عامله ليه؟ ربنا خلقه ليه؟ سطح المينا مهم جدا لانه مقاوم للخدوش، فسطح ناعم جدا، مقاوم للتسوس ومقاوم للالوان لو هو سليم، تمام؟ طيب مجرد بقى ان حضرتك عملت الاتشنج ده انت غيرت اصلا من الكاركتر بتاعه. فانت بتقول للعيان حضرتك انا ما بحضرلكش حاجه في السنان وما بعملكش حاجه وتعالى هرزقلك جنيه على طول، وتقول انا ما بحضرلكش. انت حضرتك ما قلتش المعلومه الحقيقيه، انت حضرتك حضرت الاسنان لانك غيرت من سطح السن الطبيعي. بتجيلي حالات تقول لي دكتور انا مش عايز المس السنان خالص سطح المينا ولزق لي عليها ايه التركيبات النوبرب. اقول لها حضرتك ليه؟ تقول لي عشان لو حبيت اشيلها بعد كده ما اشيلها، وعشان ما اشيلش حاجه خالص من المينا. طيب حضرتك اللي انت بتقوليه غير منطقي تماما لاي حد. حضرتك جايه دلوقتي تعملي تجميل اسنان لان اسنانك مش عاجباكي، صح كده؟ وجايه تدفعي فلوس علشان تعملي الكلام ده. طب بتعملي كده وعندك استعداد ان انت يعني هتشيل التجميل ده، يعني جايه تعمليه عشان تشيليه بعد كده؟ فغير وارد. تاني حاجه علميا
مفيش حاجه اسمها كومبليتلي نو بروبلم، مفيش حاجه اسمها كده. في عالم التجميل في اوهام كتيره قوي، في شكوك كتيره قوي، فهل اذهب الى الوهم والشك واليقين؟ وهم شك ام يقين؟ اكتر حاجه منتشره جدا في علم الاسنان الان وفي عالم السوق الاسنان هو تبييض الاسنان. تمام. اي حد يقول لك انا بص انا عايز ابيض سنان. بالعكس تبييض الاسنان في بعض المولات التجاريه كان بياخدوا الناس اللي ماشيه في المول يقول له تعالى هبيض لك سنانك. تمام. السؤال الاول، عمليه تبييض الاسنان قد تحدث بروز في الاسنان على المستوى البصري، وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده وهم. يعني هي مش ممكن تعمل بروز في الـ في الـ في الـ في, ش في شكل الاسنان، لان كده كده اكبر او اكتر مبيض للاسنان ما بيعديش ال 0M3 او البي ال 4، دي الوان فاتحه بس ناتشرال، فما بيعملش بروز ولا حاجه. لكن المشكله فين؟ المشكله حضرتك انك تستخدم مواد غير مصرح بيها. مواد تبييض الاسنان المعترف بيها موجود عند دكاتره اسنان ولازم تبص عليها، يعني لازم تشوفها هي معديه، يعني ابروفد منين او واخده موافقه منين. واخده موافقه من الاف دي اي فود اند دراج اسوشيشن بتاعت امريكا تبقى كويسه، واخده من نفس المنظمه بتاعت اوروبا تبقى كويسه. انما ما اروحش مول واعمل بمواد جايه من الصين ما تعرفش اصلا. يعني حاجه دلوقتي طالع ترند يقول لك ما تلبس احذيه من الصين عشان الجلد بتاعها ممكن يعمل مشاكل. تخيل بقى سعادتك راح تجيب ماده تحطها جوه بقك ما تعرفش مصدرها ايه ولا نوع الماده ايه وتقول لي انا رايح ابيض. لا، اي اجراء لازم تعمله عند دكتور اسنان ثقه، مش دكتور اسنان كمان عادي. وانا دايما بقول للحالات اسال وقول للدكتور طب وريني، طب وريني شكل العبوه، طب وريني مكتوب عليها ايه. ده حقك انت يعني ما ينفعش تقبل في صحتك تحت اي بند من البنود. خليني اسالك عن الشكل المسطح للسنه. الشكل المسطح للسنه ناس كتير متخيله ان هو شيء جمالي، ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا، الاول هل السطح هل الشكل المسطح ده كويس ده وهم ولا الناس اللي تعتقد ان الناس مصدق فاكر انه خلي السنان كده مسطحه وحلوه كده؟ لا ده وهم، لان الناس لا تعتقد كده. الناس نفسها عارفه ليه. حضرتك في اول البرنامج برضو قلت ان احنا واخدين ايه عندنا في عينينا كمبيوتر. صح كده؟ طيب مفيش حد بيضحك عليه، يا اما ما بيضحكش عليه. بس ساعات الناس بتروح تعمل ما يسمى بالتجميل وتطلع تبص، هي اللي هي نفسها اللي غلطانه، لكن الناس لما تبص عليك ايه ده؟ ايه اللي حضرتك عامله ده؟ هنا 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 لو احنا شايفين ادي حاله، حاله عندها كميه من المشاكل، تمام؟ لما جينا عملنا التجميل، حضرتك لو قابلت الحاله دي في الشارع مستحيل. دي رحاب مستحيل. دي سوزي. دي موديل بالظبط. دي مستحيل حد يعرف انها ممكن تكون عامله حاجه. ليه؟ لحك احنا مش احنا عاملين اللون المناسب بالنسبه لها، تمام؟ وفي نفس الوقت حضرتك لاحظ كميه الكاركترز اللي جوه السن. هتلاقي السنه الصغيره فيها نوتش صغيره، هتلاقي النايب واخد اللي انا قلت عليه بقى الجروف واللوب، هتلاقي السنترال السنه الكبيره متاخده اخر في الاخر مايله لجوه السن، فاهم قصدي؟ كل دي يعني بص الناب راوند شويه في منايب. انت حضرتك بتساوي بص على الحاله لو شفت بقى انا قلت لك انه راوند عجبك خلاص. انت لو ما شفتش الكيس اللي تحت مش هتعرف انها عامله حاجه. دي سنه طبيعيه خالص، شكل طبيعي خالص، في كل الابعاد والمواصفات والخصائص للاسنان اللي ربنا خالقها، فمستحيل تعرف. لكن اقوم جايب بقى تشيكلت ستيس واجيب تباشير واحطه على اسناني، شكل وحش، شكل مش حلو. دي حاله كومبليت ميك اوفر. دي اتعملت كلها عندنا لسه اتعملت، عندنا اسنان كانت كروبت اتظبطت. بص لاحظ اخر حرف في السنه من تحت هتلاقيه شفاف. عايز اسالك سؤال، واحنا بنبص في السن دي في مثلا ممكن تلاقي نجمه او ممثله مشهوره محتفظه باسنانها ومش عايزه تعمل فيهم اي حاجه رغم انه فيهم عيوب، بس هي شايفه انها كاركترستيك بيها، ده صح التصرف ده ولا لا؟ والله انا شايفه صح. ليه؟ لان علميا الحاجه اللي التجميل هي سيلف ديماندد، يعني حاجه نابعه من الذات. حضرتك انا ببص في المرايه شايف ان مناخيري مش حلو، حضرتك لو العالم كله اجتمع انها حلوه هعملها.
والعكس صحيح، ان انا شايفها حلو والعالم كله اجتمع انها هبقى ممكن ساعتها اعملها علشان الناس، لكن في الاساس علشان اعمل بعمل في الاساس عشاني انا، عشان انا اللي شايف نفسي. اللي لسه ما جملش اسنانه خلاص، هو اما لسه بيحوش او بيظبط نفسه او مستني وقت او مستني حاجه قدامه، احنا بنقول له لا لازم تجمل سنانك طبعا، لكن اللي دافع بقى هو يقوم يطمن على اسنانه. ارجوك تقوم يطمن على اسنانه. بص في البدايه بعد اذنك وشوف هل الاسنان اللي محطوطه في فمك دي هي الاسنان الطبيعيه اللي ربنا خلقها باللون المناسب اللي يليق عليك، ولا فعلا قوم اطمن على اسنانك. اها راحت فلوسك يا صاحبي، نورتنا. تشرفت بكل شكر لضيفك العزيز الدكتور نور الدين مصطفى على هذا الحوار الممتع. وقوم اطمن على فلوسك يا صابر، شوف ما يكونش راحت. خليكم معنا سلام. ايضا المصريين لما بيجي نبص لتصرفاتهم النفسيه تلاقي انه اكيد في حاجات جديده بدات تظهر، ادمان السوشيال ميديا، اكتئاب وانتشاره، حالات الانتحار بدات تزيد شويه. بس طبعا هل دي تعتبر زياده؟ هل دي طفره؟ هل ده حاجه جديده حاصله؟ ولا ده موجود قبل كده بس احنا اللي بدانا نسلط عليه الضوء؟ هل الأمراض النفسية المرتبطة بالإدمان وانتشار الإدمان أو وجود الإدمان ده الناس فهمها صح؟ بتعرف تتعامل معها صح؟